طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مساء الخير للإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين. نلتقيكم في لقاء جديد مع الأستاذ محمد عبد السلام. الأستاذ محمد عبد السلام قدم قبل أسبوع تقريبا جلسة جميلة جدا عن أوائل الشهادة السودانية ودورهم في النهوض بالدولة، ووعدنا إنه يقدم لنا دورة ممتازة جدا في دورة تعليمية لكل المراحل، سواء كان في الثانوي في الجامعات، عن عبقرية المذاكرة والتعلم. الناس اللي ما حضرت معانا المحاضرة الأولى يمشوا يراجعوا مجموعة الباحثين في الفيسبوك أو يشوفوا قناتنا في اليوتيوب، يلقوا المحاضرة مسجلة. أستاذ محمد عبد السلام هو مدرب معتمد من المركز الكندي الدولي للتدريب، أستاذ محاضر كلية العلوم في جامعة برمان الإسلامية، والآن هو مرشح دكتوراه في علم الطفيليات بكلية العلوم في الإسلامية، عنده ماجستير في الأحياء الدقيقة في جامعة أفريقيا، ودبلوم علم الحيوان من كلية العلوم جامعة الخرطوم، أخذ البكالوريوس في علم الحيوان من كلية العلوم جامعة عبد الرحمن الإسلامية. مرحبا بك أستاذ محمد عبد السلام، وتفضل. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. صديقي والأخ وفي، شكرا لهذه المقدمة الجميلة الرائعة. فعلا نحن كنا في الأسبوع الفائت وتحديدا يوم الجمعة، والحمد لله ربنا جمعنا في هذه الجمعة إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في العمل الذي نقدمه، وتكون إن شاء الله أو يكون لقاء جميل ورائع بالحضور إن شاء الله وبإذن الله. طبعا كما الجميع يلاحظ انه اسم الدوره عبقريه المذاكره والتعلم، وهي في الحقيقه دورتين انا جمعتها في دوره واحده. في البدء سنركز على المنهجيه العلميه الصحيحه لعمليه التعلم، ولاحقا باذن الله سبحانه وتعالى سننتقل الى العبقريه او عبقريه المذاكره. أنا حسب علمي لا توجد دورة أو لقاء يجمع التعلم والمذاكرة في الوطن العربي. أنا حاولت واجتهدت أجمع دورتين ونعمل لهم ميكس في دورة واحدة حتى نطلع بفائدة، لأنه أنا أرى الدورتين مكملات لبعض. إذا نحن ما عرفنا المنهجية الصحيحة للتعلم، بالتأكيد ما حنفهم الطرق الصحيحة للمذاكرة. وإذا فعلا طبقنا التعلم بصورة صح، التعلم وليس التعليم، إذا فعلا طبقنا التعلم بصورة صحيحة، بالتأكيد المذاكرة هذه ستكون المتعة ونستمتع بها، وفي نفس الوقت ما حيكون هنالك مجهود للمذاكرة. كما نعلم جميعا عملية المذاكرة عملية شاقة وصعبة، والنفس لا تحب الالتزام في عملية المذاكرة تحديدا، ولكن نحن إذا طبقنا فعلاً التعلم الصح سنتعلم ونذاكر بصورة صحيحة. نتمنى الجميع يركز معنا في هذا اللقاء أو في هذه الدورة أو في هذه المحاضرة، وأيضاً يكون هنالك أوراق وأقلام لكتابة بعض الملاحظات. إن شاء الله أثناء تقديم هذه الدورة نعلمكم لماذا أنا قلت يجب أن يكون لديك ورق أوراق وأقلام، لأنه إذا أنت الآن معك ورقة وقلم وبتكتب بعض الملاحظات، سيرتفع أو سترتفع نسبة سيرتفع نسبة التذكر والفهم إلى 85% أو أحيانا 75%. فبالتالي من الجميل ومن الرائع نحن نكتب بعض الملاحظات على أساس نرفع النسبة العامة لعملية التعلم. بسم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. في البدء يجب أن نركز على هذا المعنى ونهتم به. نحن مفروض تكون نفسنا عالية، النفس مفروض تكون طموحة وتواضع. إن الله سبحانه وتعالى يحب هذا، يحب الشخص يكون
لديه همة عالية في عملية التعلم حتى يعني يهتم بالحضارة وكل الأشياء المهمة المفروض تخدم المجتمع. يجب أن نرفع السقف الطموحات حتى نحقق الأشياء التي نريدها. أيضاً المعنى من المعاني الجميلة جداً: لا ينال العلم براحة الجسد. الشخص إذا عايز يتعلم ويحقق هذا يجب أن يبتعد قليلاً من الراحة الجسد. أنا شخصياً لا أعرف شخص طموح، وشخص حقق إنجازات إلا وقلل ساعات النوم. المبدأ الأساسي نحن نقلل ساعات النوم من أجل أن نحقق أهدافنا. أيضاً سئل ابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ يعني سألوا سؤال: إلى متى أنت تطلب العلم؟ يعني نراك مجتهد وتتعلم وتتعلم، إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني يوم القيامة لم أكتبها بعد. فبالتالي هو قال: أنا بكتب وأجتهد لأنه لا أدري أي كلمة تنفعني يوم القيامة، فبالتالي لابد أن أكتب وأستمر في العطاء حتى نجد كلمة تنفعني يوم القيامة. وهذا بالنسبة له كان شغف في عملية التعلم. أيضا سئل الإمام الشافعي: أنت يعني كيف طلبك للعلم؟ يعني عرفنا وفهمنا أنت كيف تطلب العلم. قال: مثل طلب المرأة التي ضل أو ضاع ولدها وليس له غيره، يعني مثلا يعني مرأة عندها ولد واحد وهذا الولد ما عندها غيره، وإذا ضاع بالتأكيد المرأة تبحث عنه في كل مكان، حتى تجده. فبالتالي الإمام الشافعي يبحث عن المعلومة في كل مكان حتى يجدها، وبالتالي أصبح علما معروف بالنسبة لدينا. هذه إحصائية سريع وندخل بها على الموضوع. إحصائية علمية ومعروفة جدا: متوسط كل 20 عربي، يعني كل 20 عربي واحد منهم يقرأ كتاب في السنة، ونحن أمة إغراء. فبالتالي عدد كبير مننا صراحة بطل عملية القراءة. كل 20 عربي واحد يقرأ كتاب في السنة، بالتالي دي إحصائية مخيفة. مفروض إحنا إذا فعلا عايزين ننهض بالمجتمع ونتقدم يجب علينا أن نقرأ، لأننا كما ذكرت أمة إغراء. متوسط كل بريطاني 7 كتاب سنويا، وهذا واضح جدا من خلال التقدم. متوسط كل أمريكي 11 كتاب سنويا. أنا يهمني المسلمين والعرب نجتهد حتى نرفع مستوى طموحاتنا وننهض بمجتمعاتنا. فعلا إحصائية مخيفة، من المفترض نعدل هذا. ما في أحد سيأتي من الخارج من أجل أن يعدل لنا هذه الإحصائية، لابد نجتهد بأنفسنا حتى نعدل هذه الإحصائية وننهض بالمجتمع. طيب أدوات نشر الفكر، نحن كيف ننشر الفكر؟ نحن عندنا فكر، كيف ننشره؟ ننشر الفكر هذا فيما بيننا ويصل إلى كل العالم. كيف ننشر الفكر؟ الإعلام، هذا ينشر الفكر، ولكن الإعلام يركز على عملية الانتشار. صحيح الإعلام انتشار واسع جدا وكبير، ولكن ليس عميق الأثر. يعني مثلا نفترض شخص متفرغ فقط بحضر التلفزيون والراديو ويقرأ الجرائد، صحيح بكون متعلم، صحيح بكون مثقف، ولكن بكون مثقف بنسبة ليست عميقة. نحن لو عايزين يعني ننقل العلم ونكون فعلا لدينا عمق أثر، يجب علينا أن نمارس عملية التعلم. عملية التعلم تعطي علم عميق وفي نفس الوقت له أثر، سواء كان في أجيالنا، في أنفسنا، في الحياة العامة. التعليم يعطي أثر، الإعلام يعطي انتشار، ما يعطي أثر كبير، ينتشر بصورة كبيرة جدا.
فبالتالي نحن لو عايزين نتعلم بعمق وجد يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نتعلم ونقرأ الكتب نقرأ الكتب ونتبع كل الخطوات الصحيحة أنا هتكلم عنها بعد قليل حتى نكون عميقي الأثر. صحيح إحنا بنحتاج للإعلام في الانتشار، لكن الأهم والأهم هو عمق الأثر، وعمق الأثر لا يأتي إلا بعملية التعلم. أنا ما قلت التعليم، إلا لا يأتي عمق الأثر الحقيقي إلا بعملية التعلم. نشوف نشاط رقم واحد. لو قارنا هنا بين الصورتين هذه، طبعا كما ذكرت هي الدورة اسمها التعلم والمذاكرة. من الصور هذه عندي صورة رقم واحد وصورة رقم اثنين. الصورة رقم واحد تمثل تعليم، الصورة رقم اثنين تمثل عملية تعلم، مشاركة، مناقشة مع المعلم أو مع المحاضر أو مع الأستاذ. الصورة رقم اثنين تمثل عملية التعلم. هذه الصورة، صورة رقم واحد هي التي تمثل عملية التعلم، صورة رقم اثنين تمثل عملية التعلم، رقم واحد لا تمثل عملية التعلم. طيب إذن ما هو التعلم؟ التعلم أو عنده اسم آخر اسمه التعلم النشط. ما هو التعلم؟ التعلم هو طريقة للتدريس تشرك المتعلمين أو تشرك الطلاب أو تشرك المتدربين في عمل أشياء تجبرهم على التفكير فيما يتعلمونه. إذن التعلم يجعل الطالب أو المتدرب يفكر في الشيء الذي يتعلمه، لكن عملية التعلم في الغالب أحياناً لا تترك للطالب مجال التفكير، وأنا حوضح هذا بالإثباتات. إذن التعلم نفسه يركز على أن يكون المتعلم دوراً إيجابياً في التعلم. التعلم يركز على أنه يكون الطالب له دور إيجابي في عملية التعلم، وكذلك التعلم يهدف إلى حث المتعلمين على التفكير، وأنا ذكرت هذا. أهم شيء أن نحاول نحرك الطلاب يفكرون حتى يستنتجون ونصل إلى الحقائق. كذلك التعلم ينمي المهارات المختلفة لدى الطلاب، يخلي لديهم مهارات مختلفة كثيرة جداً، ويشجع على استمرارية التعلم. التعلم يشجع على الاستمرار التعلم نفسه، لأنه يكون شيق، فيه ألعاب، فيه مشاركة، فيه استماع، وكل هذه الأشياء هتكلم عنها. أيضاً يستخدم في استراتيجيات وطرق وأساليب عديدة في التدريس. إذن التعلم لديه استراتيجيات كثيرة جداً، نحن لو طبقناها فعلاً نستطيع أن نمارس عملية التعلم بصورة صحيحة. إذن أنا تكلمت عن التعلم وقارنت بالتعليم. إذن ما هو الفرق بين التعلم والتعليم؟ التعليم كلنا نحن نعرف التعليم، التعليم هو العملية المنظمة التي يمارسها المعلم، هي عملية منظمة ومرتبة يمارسها المعلم. ليش يمارسها المعلم؟ بهدف نقل المعلومات. المعلم ينقل المعلومات إلى المتعلمين أو إلى الطلاب داخل البيئة التعليمية. إذن التعليم يركز بصورة أساسية على نقل المعلومات. أنا ما قلت يركز على المهارات، ما قلت يركز على القناعات، ما قلت يركز على التدريب، ولا قلت يغير السلوك. إذن التعليم ينقل المعلومات من المعلم إلى الطالب. إذن التعلم، أنا الآن حديث عن التعلم وليس التعليم. إذن التعلم هو اكتساب مهارات، الطالب يكتسب مهارات، وأيضاً تتعدل لديه القناعات، وأيضاً يتغير لديه السلوك عن طريق التدريب. مع أن إحنا الطالب هذا يندرب كيف يعمل مجموعات، كيف يفكر مع المعلم، كيف يمارس الأنشطة، المعلم أو الأستاذ الجامعي. يعني التعلم لا يطبق فقط في المدارس، ممكن يطبق على أعلى المستويات حتى في الجامعات أو حتى فوق الجامعة. فبالتالي نحن عندما نمارس فعلاً التعلم، وهذا هو حديث اليوم، هو اكتساب المهارات، نجعل الطالب يكتسب المهارات وتعديل القناعات وتغيير السلوك.
يعني هذا الموضوع حتكلم عنه ثانيا بعد قليل. اذا مثلا الان هو لامر الان يسالني اذا وصل ولد الى المدرسه يجب ان يسال المدير سؤال مباشر، ما هي المهارات التي من المفترض يكتسبها هذا الابن؟ اذا المدير ما جاوب حول مدرسه ثانيه احسن. فبالتالي لابد ان احنا الطالب هذا يكتسب مهارات وتتعدى لديه قناعات ويتغير لديه السلوك. اذا التعلم النشط هذا هو من ابحاث دكتور جان بياجي صاحب النظريه البنائيه. النظريه البنائيه هي النظريه البنائيه هي اساس التعلم الذي نتحدث عنه اليوم. التعليم يعرف بالتقليد. اذا التعلم النشط من ابحاث الدكتور جان بياجي. ليش هو عمل هذه الابحاث؟ لانه احتج على عمليه التعليم السائده او اللي هي معروفه لدى المعلمين او الاساتذه المدرسه السلوكيه المتمثله في نقل المعلومات كما ذكرت من قبل قليل. اذا دور المعلم في العمليه البنائيه يهيئ بيئه التعلم لتجعل الطالب يبني معرفته بنفسه. النظريه البنائيه اللي هو التعلم يهيئ لنا البيئه التعليميه. على اساس هذا تجعل الطالب يبني المعرفه بنفسه ويشارك بها مع الاخرين. هنا دور المعلم في التقليد يهيئ بيئة التعليم لتشجيع الطالب لتعلم السلوك المرغوب خلال الاستماع. التقليدي أو التعليم الطالب يتعلم السلوك من خلال الاستماع، لكن هنا يتعلم السلوك من خلال المشاركة. فرق كبير بين الاستماع والمشاركة. هذا دكتور جان بياجي يهدف لماذا؟ يهدف إنه يضع استراتيجيات إذا الطالب أتقنها فعلا يستطيع أن يتغير سلوكه وتتعدل قناعاته. إذا ما الفرق بين الاستراتيجية والأسلوب؟ طيب طبعا الاستراتيجيات كثيرة جدا في عمليات التعلم، كثيرة جدا، ممكن تكون 200 طريقة أو 200 استراتيجية، منها التعلم التعاوني، العصف الذهني، كثيرة جداً، والرؤوس المرقمة والدقيقة الواحدة ومسابقة الألوان والقطار ومثلاً أعواد المثلجات وكذلك المثلث، هنتكلم عنه بعد قليل إن شاء الله، أنواع كثيرة جداً. إذن يعني المهارة التي يريد غرسها المعلم في الطالب لفترة زمنية طويلة تسمى استراتيجية. المهارة التي يريد المعلم أن يغرسها في الطالب وتستمر لفترة زمنية طويلة حتى نهاية الفصل الدراسي أو حتى نهاية السنة تعرف الاستراتيجية. أما الأسلوب هي مهارة خاصة لدى المعلم أو الأستاذ الجامعي متمثلة في صفاته أو سماته وثقافته وتمكنه، يعني حسب شخصية المعلم يستطيع أن ينقل هذا إلى الطالب. فبالتالي في التعليم بنجد أسلوب كل معلم يختلف من الآخر حسب شخصية المعلم نفسه، لكن في التعلم لا تفرق كثيرا شخصية المعلم. ليش؟ لأنه المعلم لديه استراتيجية وخطوات معينة بيتبعها. إذا المعلم طبق هذه الخطوات الطالب سيتقنها وسيتعلم، إذا المعلم ما طبقها الطالب ما حيستفيد شيء. فبالتالي الاستراتيجية يستطيع أي معلم يطبقها إذا فهمها، لكن التعليم يستطيع أي معلم يمارسه، نعم، لكن المردود والأثر لدى الطالب يختلف من معلم إلى آخر حسب فهمه وشخصيته وطريقته. طبعاً هذا مخطط رهيب جداً وجميل. الناس إذا فهمت هذا المخطط تستطيع أن تتغير بصورة كبيرة، سواء كان طلاب أو لأمور أو معلمين أو أساتذة الجامعات. إذن قبل الدرس ماذا يفعل المعلم؟ قبل الدرس ماذا يعمل؟ أول شيء يحضر الدرس تحضير علمي، بعدين يحدد الأهداف من الدرس، بعدين يحاول يكون مجموعات. في التعليم لا توجد تكوين مجموعات، أنا بتحدث عن التعلم. احتمال يكون في بعض الأشخاص انضموا إلينا مؤخرا. قبل الدرس المعلم يكون مجموعات ويحدد الأهداف ويحضر الدرس تحضير علمي، بعدين يجهز الوسائل، كل الوسائل المحتاج لها المعلم مفروض يجهزها، سواء كان لوحة
أقلام، سبورة متحركة، مثلاً محتاج لأوراق على أساس يقسم الفصل إلى مجموعات مختلفة وما شابه ذلك. هذا قبل الدرس. أثناء الدرس المعلم يشرح المهام على أساس الطلاب يتابعون معه. بعدين أيضاً يحدد لهم المسؤوليات ويراقب السلوك. المعلم يراقب السلوك، يعمل إذا فيهم الاستراتيجية. نهاية الدرس يعمل لهم تقويم ويعني يطور الأنشطة. إذا من خلال الدرس المعلم رأى هنالك أنشطة مفروض تتطبق، مفروض يفعل هذا، أو حتى أساتذة الجامعات مش إلا المعلمين على مستوى الثانوي أو الأساس. إذن المحور الأساسي في عملية تعلم الطالب، أهم شيء الطالب، مهم جدا يكون لديه دافع. الطالب يتعاون مع زمايله، لأنه نحن في التعلم بنحتاج المجموعات وليس أفراد. أيضا الخيال، الطالب يكون لديه خيال، حتى لو الطالب ضعيف في الخيال، من خلال استراتيجية وتعاون الطلاب مع بعضهم البعض يستطيع أن يصنع الخيال، يستطيع أن يكون فكرة. أيضا الطالب يكون مستعد. الكتاب مفروض أيضا يحقق أهداف الدرس ويكون سهل، مش معقد لدرجة عالية، واضح. أيضا ممكن نعمل ورش عمل مختلفة. البيئة التعليمية طبعا من المفترض العدد في التعلم ما يزيد من 25 طالبا حتى تصل الأهداف بصورة صحيحة وبصورة واضحة. البيئة تكون جيدة أيضا، أيضا تكون هنالك كيفية وطريقة لعمل مجموعات، لأن التعلم النشط أو التعلم يعتمد بصورة أساسية على تكوين مجموعات. فبالتالي الفصل ما أتوقع يكون بأكثر من 25 طالبا، أكثر من ذلك لأن المجموعات نفسها ممكن تعمل يو شيب، أو ممكن تسوي دائرة، أو مثلا مثلث، أو مجموعات ثنائية ما فرقت. فبالتالي هذا محتاج لمساحة كبيرة وفي نفس الوقت عدد قليل من الطلاب. إذن هذا الأربع هذه أركان العملية التعليمية في التعلم: الطالب، الكتاب، البيئة التعليمية، المعلم أو الأستاذ الجامعي. أقصد الأستاذ الجامعي والمعلم ما دون الجامعة اللي هو في المرحلة الثانوية أو مرحلة الأساس، أو سابقا في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. هذه الأركان الأساسية لعملية التعلم. الفرق الأساسي بين التعليم والتعلم، أنا حقولها سريع جدا. في عملية التعليم في الغالب الأهداف غير معلنة للطلاب، ما بتكون معلنة في الغالب، المعلم بيأتي ويشرح وينقل معلومات، لكن في التعلم الأهداف بتكون معلنة والطلاب في الغالب أيضا يشاركون في وضع الأهداف. التعليمات اللي داخل الفصل في التعليم بيصدرها المعلم أو الأستاذ الجامعي. هنا المعلم يشترك مع الطلاب في وضع التعليمات المفروض يعني تسهل عليهم عملية التعلم وعملية الاستمرارية في التعلم نفسه. نظام العمل يفرضه المعلم على الطلاب في التعليم، هنا يشترك المعلم مع الطلاب. فنحن عندما يشترك الطلاب في عملية التعلم بتكون لك متعة رهيبة للمعلم ولدى الطلاب، لأن الطالب عندما المعلم يشرك في عملية التعلم بحس بالمسؤولية، بحس بالتقدير، بحس بالإحترام، وبالتالي سيتفاعل بصورة رهيبة وجميلة جدا. في التعليم شخصية المعلم في الغالب شديدة وصارمة جدا وقوية جدا، أحيانا يجلد، لكن هنا حماس، مرح، تعاون، ضحك، ما في إشكالية. في بعض الأحيان الوسائل طبعا كلها تعليمين. طبعا التعليم جلوس الطلاب ثابت كما معروف لديكم. هنا الجلوس متنوع، حنرى بعد قليل. الأسئلة غالبا يطرحها المعلم، هنا يسمح للطلاب بطرح الأسئلة. في الغالب الطلاب هم يعني يطرحون الأسئلة على بعضهم البعض وعلى المعلم نفسه. النواتج تذكر وحفظ معلومات، كما قلت في التعريف من شوي، التعليم يركز على حفظ المعلومات. هنا تكون في مهارات وابتكارات وقناعات وتعديل السلوكيات. التقويم إصدار حكم بالنجاح أو الفشل، هنا قد يكون طالب ناجح أو فاشل، طيش أو أول أو وسط، ما في خيار. هنا المساعدة في اكتشاف نواحي القوة والضعف، هنا في التعلم يكتشف لنا النواحي القوة والضعف، ونستطيع الشخص الضعيف نعمل له تقوية من خلال الطلاب المميزين.
يعني حتى الاختبارات، يعني في التعليم بنركز على الاختبارات أو الامتحانات بصورة أساسية في نقل الطلاب من مرحلة الأخرى، هذا الأول، هذا الطيش، هذا الأخير في الغالب. فبالتالي بالنسبة لي أنا بعد تفكر وتأمل أرى أنه الاختبارات أو الامتحانات هي تجربة تعليم وليس حكما. الاختبارات أنا من خلالها بنعلم، لكن مش معناها من خلال الاختبارات أنا نحكم على الطالب فاشل أو ناجح. نفترض طالب مميز جدا عندي، في ليلة الاختبار، الليلة التي تسبق الاختبار كان مريض، لديه وفاة، لديه حتى ظروف نفسية، وجاء ودخل الاختبار وجاب درجة قليلة. معناها في التعليم نحكم على خلاص ما ناجح، لكن في عملية التعلم في الغالب الاختبارات تمثل فقط نسبة 20%، الباقي تقويم مستمر، متابعة مستمرة، لأن الطالب أصلا اشترك معي في عملية التعلم. بالتالي أنا ما بقيم فقط على الاختبارات، وأصلا أنا يعني الاختبارات بالنسبة لي أنا للتأكد أن الطالب فاهم وليس حافظ. ما هي الفائدة إذا المعلم يعني صب المعلومات صب في رأس الطالب، والطالب فهم هذه، والطالب حفظ مش فهم، حفظ هذه المعلومات، وجاء كب المعلومات كب في الورق، نظرية أحفظ وكب وبعدين نسى المعلومات، ما في فائدة. لكن في التعلم الطالب ما حيتذكر، ما حينسى، الطالب ما حينسى أبدا المعلومات التي تعلمها. ليه؟ لأنه شارك أصلا في وضعها وفي صنعها مع المعلم. هنا الوقت، لو ملاحظين هنا التعليم وقت المعلم كبير جدا، وقت المعلم يشرح 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 ويكون كل الحصة يشرح، ممكن 80% من زمن الحصة يستهلكه المعلم، هنا فقط الطالب عنده 20%. لكن في التعلم وقت المعلم صغير، توجيه، إرشاد، تعديل، تغذية راجعة، تقويم، وقت الطالب كبير جدا قد يصل إلى نسبة 80%. احنا عايزين نريح المعلم وننقل عملية التعلم إلى الطالب بنفسه ويشارك بنفسه حتى ويتحسن في النهاية الهدف والطالب. عايزين الطالب يكون في أفضل صورة، في أحسن يعني مرحلة أو في أحسن حالة. بالتالي نحن ما حنضمن إنه هذا الطالب سيكون في أحسن حالة إلا إذا أشركناه. إذا ما أشركناه كيف نضمن إنه كويس ولا لا؟ هنا عايزين نشوف التفاعل بين المعلم والطلاب في التعليم. المعلم ما شاء الله يشرح، كل الطلاب جالسين يسمع المعلم. هنا في التعلم الطلاب يشتركون مع المعلم في العملية التعليمية، أيهم أفضل؟ طبعا التعلم. ولماذا؟ لأن الطالب يكتسب مهارات وما حينسى هذه المهارات والمعلومات، وفي النهاية تتعدل إليه الأفكار وسلوكه يتغير. هنا التعلم تفاعل بين الطلاب، هذه الطاولة، هذه 4 طلاب يتفاعلون مع بعضهم البعض، هذا الشيء غير موجود في عملية التعليم، إنما موجود في التعلم. هنا التفاعل بين الطلاب والمادة العلمية، الكتاب ما شاء الله موجود في المنتصف، وهنا الطلاب يتفاعلون مع بعضهم البعض. التعلم يرتكز على 4 أشياء، أول شيء يثير، يرتبط، يرتكز، يحدث. إذا يثير التعلم إذا مارسنا صح يثير دافعية الطالب ويزيد من قابليته للتعلم، يسيره، يحمسه، يخليه يتعلم. يرتبط بحياة الطالب الواقعية واحتياجاته واهتماماته ويخليه محور أساسي في العملية التعليمية. يرتكز على قدرات الطالب وتجعله المحور الأساسي للعملية التعليمية، يحدث من خلال تفاعل الطالب وتواصله مع أقرانه، مع الزملاء، وتواصله مع الكتاب أو المادة العلمية، وتواصله مع المعلم. بالتالي شيء رهيب وشيء عجيب وشيء جميل جدا. طبعا نشوف الغرف، الطلاب ممكن يكونوا مجموعة ثنائية، ممكن يكون مجموعة ثلاثية، ممكن يكون مجموعة رباعية أو أكثر. أنا متأكد الآن الكثير يسمعني، يا أستاذ
انت وين بتتكلم؟ احنا فصولنا صغيره وما في امكانيات متوفره كبيره حتى نطبق هذا الكلام الذي تقوله. شخصيا افهم هذا، والله متفهم هذا، لكن انا ومع ذلك حاقول هذه المعلومات عسى ولعل ياتي يوما ونطبق هذا. انا شايف هذا افضل اذا طبقنا صح عمليه التعلم، افضل للطالب وافضل للمعلم وافضل للمجتمع. فبالتالي ما دام انا عندي معلومات وعندي دوره تتحدث عن هذا بشارك فيها الجميع. ممكن من بكره بعض المدارس تطبق، بعض المدارس ممكن تضع هذا في ذهنها وتطبق السنه الجايه او ممكن تطبق بعد 10 سنوات، ما مستعجلين، لكن اهم شيء الفكره تكون موجوده والهمه تكون موجوده والطموح يكون موجود. ان احنا مفروض ما نتحدث عن الواقع، نتحدث عن المستقبل. مفروض نعمل شيء. للاسف كثير من الناس وحتى الاعلاميين والتلفزيون يتحدث عن الماضي بصوره جميله ويتحدث عن الحاضر بصوره رائعه، لكن لا يحسن الحديث حول المستقبل. ان احنا محتاجين لشباب يحسنون الحديث الى المستقبل، وعندها نفكر صح ونضع خطه حتى نصل اليها. احنا اذا اصبحنا ننظر فقط الى واقعنا الحالي وحاضرنا الحالي التطور يكون صعب. بالتالي لابد نرى المستقبل ومن ثم نخطط حتى نصل اليه. انا اعرف بعض المعلومات الان صعب تطبيقها نتيجه الامكانيات الموجوده، ولكن هذا مش معناها يستمر مدى الحياه. بالتاكيد سياتي يوما وحنطبق هذا. ايضا في معلومه جميله، يقول لك دوما ابناء جيلك في الغالب لا يتبنون افكارك، لكن ابناء الجيل القادم سيتبنون كل افكارك. اذا في شخص يفهم هذه المعادله بالتاكيد سيفكر بصوره مختلفه، حتى لو ابناء هذا الجيل لم يطبقوا الافكار سياتي يعني يوم والافكار دي تطبق. كثير من المشايخ والعلماء افكارهم لم تطبق في جيلهم، لكن تطبق في الجيل القادم، وهذا الذي يحفزنا ويشجعنا. والان هل انتم مستعدون لنتعلم استراتيجيات؟ طبعا الاستراتيجيات كثيره جدا، كما ذكرت ممكن 200 استراتيجيه. وانا هنا هذه يعني حقيبه تدريبيه كما يعني بها حوالي 32 استراتيجيه في التعلم والنشر، 32 استراتيجيه كما موجود عندكم في الصوره. وال 32 استراتيجيه لو عايزين تتقنوها محتاجين لثلاث ايام، مش ساعه او ساعتين المحدده لنا يعني وفي عبد الله يعني. فبالتالي انا حاولت من ال 32 استراتيجيه اجيب لكم فقط استراتيجيتين سهله وواضحه ويستطيع اي معلم او اي استاذ جامعي يطبقها. سهله جدا واضحه، حتى ما محتاج الامكانيات كبيره. حتى مكتوب الاستراتيجيه الاثنى عشر او الاستراتيجيه رقم 12 في الحقيبه التدريبيه. طيب اسمها استراتيجيه اعواد المثلجات او اعواد الايس كريم يعني زهر. طيب هذه الاستراتيجيه تستخدم لتحريك المياه الراكده في الفصل، تخلي الفصل يتحرك وما تخلي الفصل في حال السكون، لانها سريعه وسهله جدا، خاصه في استرجاع المعلومات السابقه والتغذيه الفوريه الراجعه بين المعلم والطلاب. ايضا هذه الاستراتيجيه تشجع جميع الطلاب على الاستماع الفعال والمشاركه والمناقشات، تجعلهم يستمعون ويشاركون ويتفاعلون مع الماده العلميه. اذا كيف خطواتها على اساس المعلم يطبق هذه الاستراتيجيه؟ حتى لو ملاحظين في الشريط اسفل هي اصلا الدور اسمها التعلم النشط. التعلم النشط بها حوالي 32 استراتيجيه، لكن حاولت اجيب لكم استراتيجيتين على العجاله الناس تفهم الفكره. الخطوات: المعلم او الاستاذ يقسم الطلاب الى مجموعات غير متجانسه. مجموعات غير متجانسه معناها يراعي الفروق الفرديه لدى الطلاب. طالب مستوى عالي، مستوى وسط، مستوى اقل، يشركهم على اساس يستفيدوا من بعض.
طيب بعد المعلم قسم الطلاب إلى مجموعات، يكتب المعلم اسم كل طالب في عود مثلج أو عود إسكريم، يعني هذا العود عود المثلج أو عود الإسكريم، كل الطلاب المعلم يكتب أسماء هنا. إذا المعلم مثلا ما وجد أعواد الآيس كريم مثلا، يجب أن يكتب أسماء الطلاب في أوراق، ما في مشكلة، في كرتونة ما في مشكلة، المهم يكتب كل أسماء الطلاب في الأعواد هذه أو في الكراتين هذه. إذا لم يعني وبالتالي يبدأ يطبق. وبعدين المرحلة الثالثة، ضع الأعواد في علبة مقدمة تختص، ضع الأعواد أو الأخشاب أو الأوراق أو القطع الكرتونية هذه، حتى ولو المعلم يعني لا يريد أن يكتب أسماء الطلاب ممكن يكتب أرقام، مثلا الفصل فيه مثلا 25 طالب، يكتب من رقم 1 حتى رقم 25 ويكلم الطلاب، أنت رقم 1، أنت رقم 2، أنت رقم 3 حتى آخر رقم. طبعا الأفضل يكتب أسماء الطلاب، لأنه الطالب عندما تكتب اسمه وتنادي باسمه يتحفز أكثر مما تكتب رقم، وعلماء النفس يفهمون هذا. بعدين عند المناقشة أسحب بشكل عشوائي وأطلب من الطالب أن يجيب على السؤال، أسحب الأعواد هذه بشكل عشوائي، أسحب عود وأسأل الطالب عن السؤال، أسحب عود وأسأل الطالب عن السؤال. ومن المهم جدا بعد سحبت العود وسألت الطالب، يجب أن ترجع العود إلى العلبة مرة أخرى. ليه؟ لماذا نرجع العود إلى العلبة مرة أخرى؟ على أساس الطالب ما يتكاسل ويقول للمعلم أنت سألتني خلاص بعد ده ما حتوقع سؤال. لكن عندما ترجع الرقم أو العود مرة أخرى إلى العلبة، يستطيع الطالب أن يترقب السؤال مرة أخرى وسيكون أكثر انتباها، بدل يعمل لك إزعاج في نهاية الفصل. بعد الانتهاء من بعد خلاص تخلص الأعواد جميعها والأشياء هذه، المعلم يناقش الطلاب بصورة جماعية. بعد المعلم يناقش الطلاب بصورة جماعية، يعطيهم أوراق حسب مجموعاتهم، 5 مجموعات 6 مجموعات، بالتعاون مع أفراد مجموعتك قم بالآتي، مثلا 1 عرف كذا، 2 أذكر كذا، 3 أرسم كذا. هذه إجابات الطلاب. بعدين المعلم يقوم بالتغذية الراجعة وعملية التقييم والتقويم. هنا الطلاب إلى 4 مجموعات. الاستراتيجية الثانية في موضوعنا والـ22 هي الدورة الكاملة، استراتيجية مثلث الاستماع. استراتيجية رائعة جدا وحلوة جدا، تعلم الكتابة والاستماع والقراءة والانتباه. هي استراتيجية تشجع على مهارات التحدث والاستماع والكتابة، تتم من خلال مجاميع ثلاثية. طيب هنا يقسم المعلم الطلاب إلى مجموعات ثلاثية، يعني 3 3 3. الطالب الأول يكون معه ورقة الأسئلة يسأل الطالب الثاني، هم 3. الطالب الأول يسأل الطالب الثاني، الطالب الثالث يكتب السؤال ويكتب الإجابة. طالب يسأل، طالب يستمع ويقول الإجابة، طالب الثالث يكتب السؤال وإجابة الطالب الثاني. فهذه الحالة، هذه الاستراتيجية رهيبة، تعلم الطالب الأول القراءة، تعلم الطالب الثاني مهارة الاستماع. ونحن الآن صراحة سواء كان على مستوى المجتمعات أو الطلاب أو المعلمين أو كثير من الناس محتاجين يتعلموا مهارة الاستماع. هذه مهارة يعني الواحد يتعلمها. فبالتالي هذه الاستراتيجية تعلم الطالب مهارة الاستماع وينتبه. ليه؟ لأنه هنالك سؤال سيأتي إليه، الطالب الثالث يكتب. ممكن من هذه الاستراتيجية نكتشف صحفي لازم يكتب، ومع الأيام سيتعلم على الكتابة بسرعة، والصحفي أو الكاتب لازم يتعلم الكتابة بسرعة من خلال اللقاءات. بالتالي استراتيجية رهيبة تطور المهارات، هنا مهارة القراءة، مهارة الكتابة، مهارة الاستماع، وهذا الشيء مهم جدا مفروض احنا ننتبه إليه ونطور من طلابنا، لأنهم في النهاية مسؤوليتنا، واحنا في النهاية عايزين نقدم لهم شيء يفتخروا به. بعدين في النهاية نعمل تبادل أدوار، نغير الطلاب مع بعضهم البعض، بعدين المعلم يقوم بعملية التغذية.
طيب نشوف مبادئ التعلم الحديث، يعني إيش المبادئ الخاصة بالتعلم بصورة عامة؟ يعني هناك مبادئ رئيسية وأساسية نحن لابد أن نفهمها، عندما نفهمها صح نستطيع نطبقها. الطالب يتعلم بالمشاركة أكثر من التلقي. عملية التعلم أو التدريب هذه العمليات هي الوحيدة التي تخلي الطالب يشارك مع المعلم، أما عملية التعلم نفسها تجعل الطالب متلقي، تجعل الطالب مستمع، لأنها تعتمد على نقل المعلومات. فبالتالي نحن محتاجين أن الطالب يشارك، والمشارك هذا فقط يضمنها لنا التعلم. الطلاب يتعلمون بطرق وسرعات مختلفة بالتأكيد، وهذه الاستراتيجيات تراعي هذا، هذه الاستراتيجيات تراعي هذا، لأننا في المجموعة بنضع طلاب مستويات مختلفة في المجموعة الواحدة، ويستطيعوا أن يتعلموا من بعضهم البعض. أيضا الطلاب يتعلمون من الطلاب الأكثر منهم. مثلا أنا عندي طالب متفوق أو طالب ذكي، أكيد الطلاب يتعلمون منهم، لكن سؤال، الطالب الذكي هل ممكن أن يتعلم من الطالب يعني المتواضع أو يعني بصورة يعني كفاءة أقل؟ بالتأكيد الطالب الذكي يستطيع أن يتعلم من الطالب الأقل منه بصورة كبيرة. كيف؟ لأن الطالب الذكي أو المتفوق بشرح للطلاب الأقل منه، وعندما الطالب المتفوق يشرح للطلاب الأقل منه يستطيع أن يتعلم ويزيد مهاراته في التعلم. يعني الشخص عندما يعلم الآخرين هو نفسه بيتعلم. يعني أنا الآن بقدم هذه الدورة، صحيح الناس بتستفيد، لكن أنا أيضا بستفيد أضعاف أضعاف. يعني من أهم الأشياء اللي بتخلي الشخص يتعلم هو يعلم الآخرين. عندما الشخص يعلم الآخرين سترتفع لديه نسبة الفهم إلى 95%. بعد قليل نعلمكم الإحصائية في هذا. الطلاب يتعلمون من إعطائهم اختيارات، يقرروا بأنفسهم. عندما نشرك الطالب يصنع القرار داخل الفصل، أو نجعل الطالب هو يتفاعل ويكون ويغرر ونضع قانون قوانين داخل الفصل، الطالب يتحمس بصورة كبيرة. أيوة ممتاز. يعني عايزين نشوف احنا في النهاية هدفنا نخلق شخصية متكاملة، شخصية بها صفات عديدة. إذن ما هو البناء المتكامل للطالب؟ كيف نخلق طالب مبني بصورة متكاملة؟ أولا العقيدة، لابد أن نزرع في الطلاب العقيدة. العقيدة جاء من العقد أو الربط، وبالتالي لابد أن تكون عقيدة الطلاب قوية وراسخة، عندها يستطيعون أن يكونوا يواجهوا الحياة بصورة أقوى. لازم نزرع في الطلاب على العقيدة صح. أيضا الأخلاق، وكلمة الأخلاق أنا هنا أقصد بها المصداقية. أنا ما قلت الصدق، قلت المصداقية. كلمة المصداقية تعني الصادق الأمين، صادقا وأمين في نفس الوقت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادقا وأمينا حتى قبل البعثة. فبالتالي من أهم الصفات لدى الشخص يكون صادقا وأمينا. عندما نخلق جيل عنده عقيدة صح وصادق وأمين، بين قوسين المصداقية، نستطيع أن نخلق يعني جيل متكامل ومترابط بصورة قوية. أيضا الطالب المفروض تكون لديه شخصية إيجابية، شخصية إيجابية، يكون دوما متفائل، ينظر إلى الحياة بصورة برؤية مختلفة. لأنه عندما الشخص يكون إيجابيا يستطيع أن يصمد أمام العواطف وأمام العثرات وأمام المتغيرات. لكن نفترض شخص سلبي، شخصيته هشة، ممكن أقل كلام أو أقل شيء يؤثر فيه، وممكن يعني نتيجة لذلك تكون لديه نفسيات. يعني معظم الناس ممكن يتأثر نفسيا بقول أو بكلمة. يا أخي أنت عندك يوم به 24 ساعة،
لا تسمح للآخرين يعكروا مزاجك في نصف دقيقة أو دقيقة. أنا أعرف هذا كثير من الناس، مثلا تقول له كلمة أو أي شيء أو سمع كلمة يومه كله يكون في نفسيات أو مزاجه يكون سيء، معناه هذا الشخص ليس إيجابيا ولا يصمد أمام العواصف. الحياة هذه ليس سهلة، بها عقبات كثيرة، بالتالي لابد أن نصمد حتى نواجه هذه الحياة بقوة وعزيمة وإصرار. الطالب يفرض يكون مؤدبا. هنا من الأقوال عبد الله بن وهب، طبعا تعلم يعني من الإمام مالك، حتى يعني عندما تعلم من الإمام مالك قال أنا تعلمت من الإمام مالك الأدب، تعلمت منه الأدب في 19 سنة والعلم في سنة. قال يا الله يا ريت كانت كلها في الأدب. الأدب هذا شيء عظيم، الكبير وقر الصغير، ويكون يعني متواضعا رؤوفا رحيما ذو تعامل حسن مع الجميع، الجميع سيحبه. عندما نخلق طالب مؤدب يمتاز بهذه الصفات عندها كن عملنا الشيء الصح. الإبداع، طبعا الإبداع لديه قوانين ولديه منهجيات كثيرة جدا، الآن ما في زمن نتكلم عندها أو نتكلم عليها. فبالتالي لابد أن نخلق جيل مبدع. الجيل المبدع هذا يجب أن نطلق عنان التفكير له، نخليه يفكر يحلل. وش معناها الطالب أصبح يتكلم في الفصل أسكت 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 ما يتكلم أسكت ليه؟ كلمة أسكت أسكت هذه تقطع الإبداع بصورة كبيرة جدا. أنا حتى الطالب في البيت يقول فكرة لناس البيت، لو ناس البيت حسوا أنها غريبة يقول أسكت. ليه يسكت؟ خليه يتكلم. أنا بالنسبة لي الطالب مفروض يتكلم في أي شيء ما دام بيتكلم في حدود الأخلاق والأدب، من حقه يتكلم أي شيء ويطلق أفكاره ما يشاء. يعني في دراسة هناك بتقول الطلاب في أول سنة في الدراسة، أول سنة في الدراسة مبدعين بنسبة 90%، لكن مع الأيام يسمعوا كلمات سلبية أسكت أسكت ما تتكلم. عندما الطالب يكون في أولى ثانوي أو الصف الثامن أساس، أو بالنسبة لبعض الدول طبعا تستخدم نظام الابتدائي والمتوسط والثانوي، عندما مثلا الطالب يصل مرحلة أولى متوسط، يعني الطلاب جميع الطلاب اللي يكون في أولى ثانوي أو أولى متوسط نسبة الإبداع تنخفض من 90% إلى 10%. يعني الطلاب في المرحلة الثانوية يكونوا مبدعين فقط بنسبة 10%، كانوا في أولى ابتدائي أو أولى أساس مبدعين بنسبة 90%. ما انقتل هذا الإبداع، هذا شيء يعني مفروض نبحث عنه ونشوف من الذي يقتل إبداع هؤلاء الطلاب حتى نعالجه ونخلق جيلة مبدعا. الإجمال مثلا عندنا مادة التربية الفنية بالنسبة للطلاب رسم، مثلا التربية الفنية أكبر من عملية الرسم، مفروض الطالب يتذوق الجمال ويعيش مع الجمال ويتخيل الجمال، مش على مستوى التربية الفنية فقط، لا على كل مستويات الحياة يجب الشخص أن يعيش بجمال ويتذوق الجمال، وعندما ينظر الطبيعة أو إلى السماء أو إلى المطر باستمتاع بجمال. يعني عندما الشخص يتذوق الجمال يستطيع أن يكون مستمتع فعلا. لكن بعض الأشخاص تكون في أشياء جميلة وينظر لها هي ليست جميلة. إحنا عايزين الطالب يكون يتذوق الجمال مبدعا مؤدبا، شخصيته إيجابية صادق وأمين والعقيدة لديه راسخ. أهم ما يجب التركيز عليه الطالب يكون متوازنا بين العقل، نعطيه معلومات علمية نعم، نركز على الروح الصلوات والعبادات، نركز على العاطفة اللي هي الجانب الاجتماعي، ونركز على الجسد اللي هو الجانب الرياضي، هي شخصية متكاملة. بعض المدارس تعليم تعليم تعليم، دراسة دراسة دراسة، ما في جانب عبادي روحي قوي، ما في جانب رياضي، ما في جانب اجتماعي. فهذه الحالة بنخلق يعني جيل مختل. لابد أن نوازن بين الجوانب الأخرى المختلفة حتى يكون يعني عجلة حياته منتظمة. أيوة دي مهمة جدا. أنا يتعلم الطالب كيف يتعلم، يبحث ويحلل،
مهارات الحياة والتواصل. أيضا مفروض الطالب يكون مهاريا لديه مهارات الحياة. حتى قلت هذا الكلام في المحاضرة الأولى أوائل الشهادة الثانوية، وأكرر مرة أخرى، الطلاب الذين يتميز بالدرجات في الغالب، الطلاب اللي بيكونوا أوائل الشهادة السودانية في الغالب يصبح علماء. الطلاب الذين يتميز بالدرجات يصبحوا علماء. الطلاب الذين يمتازون بالمهارات وتكون لديهم مهارات قيادية وإدارية وإدارة الوقت واتخاذ القرار والتفويض، كل هذه المهارات الطالب إذا اكتسبها يكون قائدا. نحن طموحين، عايزين الاثنين، عايزين طالب يتفوق ويكون من الأوائل، وفي نفس الوقت نعطيه مهارات عندها يكون عالما وقائدا في نفس الوقت. أيضا من الأشياء المهمة نزرع في الطالب أو نركز على حب القراءة والكتابة والإبداع ومهارة السؤال والتخطيط، والتخطيط للحصول على الإجابة. يعني حسن السؤال، عندما الشخص يسأل صح يستطيع أن يحصل على الإجابة صح. حسن السؤال نصف الإجابة. بالمناسبة هذه مهارة، مهارة تعرف بفن السؤال، كيف الطالب يسأل أو كيف الشخص يسأل وكيف يحصل على الإجابة. طبعا هذا موضوع أيضا، الفرق بين المنهج والكتاب. كلنا بنعرف الكتاب، الكتاب الدراسة وكتاب الوزارة، لكن ما هو المنهج؟ المنهج هو المخرجات، المنهج هو المخرجات المطلوبة القابلة للقياس. الطالب سيكون قادر على، يعني يا مدرسة أو يا مؤسسة أو يا جامعة، أنا ولدي معكم في هذه المؤسسة، ما هي المهارات التي من المفترض يكتسبها حتى نهاية العام؟ هذا سؤال مشروع لأولياء الأمور. يعني إذا مثلا ولي الأمر سجل الولد في مدرسة أجنبية أو حتى مدرسة خاصة أو حتى مدرسة أهلية، يجب أن يسأل سؤال رئيسي نهاية العام، ما هي المهارات التي من المفترض يكتسب ابني؟ سؤال من حقك تسأل. ممكن يقول لك الطالب هذا سيتعلم مهارة السباحة، مهارة كرة القدم، مهارة الكاراتيه، مهارة القراءة، مهارة الاستماع، مهارة التفويض. مثلا الطالب هذا يتعلم مهارة المشاركة، مثلا الطالب يتعلم مهارة اتخاذ القرار، الطالب يتعلم مهارة يعني التعلم كيف يدير وقته، الطالب يتعلم الأسس العلمية للإبداع وغيره. فبالتالي من حقك تسأل هذا السؤال، ما هي المهارات؟ هذه المهارات بتكون في منهج، المهارات هذه في منهج، ومفروض تكون في كتيب مع الكتاب، الأشياء التي من المفترض يتقنها الطالب حتى نهاية العام. وكل ما الطالب أصبح لديه مهارات، كل ما استطاع أن يمارس الحياة بصورة عملية وفعلية. في عملية التعلم، فلسفة الدوائر أفضل من فلسفة السلسلة. الدوائر أهم من السلسلة. طيب، بعض الأساتذة وبعض المعلمين مثلا شرح الدرس الأول، الدرس الأول نفترض مثلا هو مثلا يتحدث عن طبقات الغلاف الجوي. اليوم مثلا هذا مثال، اليوم تحدث عن مثلا عن طبقة التروبوسفير، اليوم الثالث تحدث عن طبقة الستراتوسفير، اليوم الثالث تحدث عن طبقة الأيونوسفير، اليوم الرابع تحدث عن طبقة الثيرموسفير، اليوم الخامس مثلا تحدث عن طبقة الإتموسفير. اليوم الأول تحدث عن هذه الطبقة، اليوم الثاني راجع الطبقة الأولى ودخل في الطبقة الثانية، اليوم الثالث راجع الطبقة الثانية والثالثة، اليوم الخامس تحدث عن الطبقة، اليوم الرابع تحدث عن الطبقة الرابعة وربطها بالطبقة الرابعة، وأيضا أعطاهم معلومات سريعة عن الطبقة الخامسة. طيب، اليوم الأول شرح الطبقة هذه، اليوم الخامس مثلا شرح الطبقة هذه، اليوم الخامس ما أخبار الطبقة الأولى؟ لم يراجعها
لم يتكلم عنها. هذه سلسلة، عن طريق السلسلة، مهارة تعرف بالسلسلة. الدرس الأول يشرح الدرس الثاني ويراجع الدرس الأول، وهكذا وهكذا وهكذا. بعد شهر حيكون الدرس الأول هذا الطالب نساء أصلاً. الطريقة الصحيحة والعلمية نشرح عن طريق الدوائر. الدوائر هذه مثلاً شرحنا اليوم الأول، نربط شرح اليوم الأول مع اليوم الثاني، اليوم الثاني، اليوم الثالث نراجع اليوم الأول واليوم الثاني، اليوم الخامس نراجع معلومات في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. يعني مثلاً إذا كان الباب بخلص بعد شهر، حتى نهاية الشهر أنا مفروض نتحدث عن الموضوع الأول ونربط باختصار، يعني ونربط ونربط ونربط. في النهاية، في نهاية الفصل أو نهاية الباب، أنا بتحدث عن كل الموضوع وربطت المعلومات المهمة من أول يوم، ربطت المعلومات المهمة من أول يوم حتى آخر يوم. طيب هذه رهيبة، في اسمها سلسلة الدوائر، تربط المعلومات مع بعضها البعض، على طول تتحدث عن المعلومات مع بعض البعض. فهذه الطالب في هذه الحالة الطالب ما حينسى المعلومة. وسبحان الله، حتى القرآن الكريم مكتوب بطريقة الدوائر. يعني القرآن ما يتحدث عن موضوع وتاني يتحدث عن موضوع آخر، يربط المعلومات كلها مع بعضها البعض. يعني مثلا الموضوع الأساسي للقرآن الكريم مثلا الله، يربط الله بالغيب والشهادة والرسل والكتب والرسول والأحكام والأخلاق وأصناف الناس في الدنيا والآخرة. يربط المعلومات مع بعض البعض بصورة رهيبة وصورة جميلة، ويستطيع الشخص أن يفهم هذا. فبالتالي نحن مفروض في عملية التعلم نتبع طريقة الدوائر، نربط المعلومات مع بعض البعض من أول يوم حتى نهاية الباب. عندها الطالب يستطيع أن يفهم المعلومات بصورة مترابطة ولا ينساها إطلاقا. لكن إذا شرحنا الدرس اليوم والدرس بعد 10 يوم ولم نرجع للدرس الأول، الطالب سينسى المعلومات بصورة كبيرة. بالتالي المعلم له دور أساسي في نسيان الطالب للمعلومات. يعني كثير من الأساتذة يسألوني، يعني ما هو السر في إنه الطلاب يعني متفاعلين معك؟ هذا هو السر، أنا أشرح بطريقة الدوائر وليس السلسلة. الطلاب يقول أنا أشعر بالملل سريعا أثناء التعلم، ماذا أفعل؟ إذا كنت تشعر بالملل أثناء التعلم، يجب أن تحول عملية التعلم إلى عادة. كيف؟ عن طريق هذا السلم، اسمه سلم السيادة ومراحل التعلم. أولا الوعي بعدم القدرة. مثلا أنت الآن تريد أن تقرأ كتاب، بتكون واعي إنك ما قادر تقرأ هذا الكتاب. بعد أسبوع بتكون واعي بالقدرة، واعي إنك قادر تقرأ هذا الكتاب. لكن بعد شهر أو شهرين بتكون لديك عدم الوعي بالقدرة، معناها تستطيع أن تمارس هذه العملية بدون تحس بها. مثال واضح لهذا مثلا السواقة العربية. في البداية قبل تتعلم السواقة بتكون واعي بعدم القدرة، أنا ما بعرف أسوق، واعي بعدم القدرة. طيب المرحلة الثانية بتكون واعي بالقدرة، واعي إنك بتحرك الفرملة، واعي إنك بتدوس البنزين، واعي إنك بتدوس مثلاً الكلتش، واعي إنك بتدوس الفرامل، واعي إنك بترجع الرويس مثلاً أو بترجع للخلف، واعي بكل الحركات. لكن بعد شهر من تعلمك للسواقة أو بعد شهرين بتصل إلى مرحلة عدم الوعي بالقدرة. تمارس السواقة وإنت بتأكل، تمارس، وأنا لا أنصح بهذا لأن هذا على سبيل المثال، تمارس السواقة وأنت بتأكل، تمارس السواقة وأنت تتكلم مع الشخص الراكب معك. في أول يوم وثاني يوم مستحيل تتكلم وأنت بتسوق، بترجف. ليه؟ لأنك واعي بالقدرة، مركز مع القدرة. ثانيا ممكن أنت تسمع الراديو أو عندك شاشة مثلا في العربية تشاهد وتسمع ولا تحس بالممارس حق السواقة. ليه؟ لأن بقيت وصلت لمرحلة عدم الوعي بالقدرة. فبالتالي إذا الطالب يريد أن ينتقل إلى هذا السلم ويصل مرحلة عدم الوعي بالقدرة، يحاول حتى يحول المهارة إلى عادة. يعني مثلا زي الصحفيين والكتاب في البداية بعاني في عملية الكتابة، لكن بعد مرور السنين يكتب
ممكن اكتب في اليوم 3 مقالات عادي. ليه؟ لانه وصل المهاره الى يمارسها هو لا يشعر لا يحس. قلت له عادي جدا. حتى بعض البنات مثلا طبعا عمليه الطبخ عمليه ممله وصعبه، لكن مع مرور الايام تطبخ وعادي بالنسبه له في بعض الاوقات، لانه خلاص قلت له عادي جدا وتمارسها بصوره طبيعيه. يعني اذا انت في البدايه بتعاني ده شيء طبيعي، استمر حتى تحول هذا الشيء الى عاده. هذا باختصار يعني. أدوات رسخ العلم في عقل الإنسان، كيف نحن نجعل العلم هذا يرسخ في عقولنا؟ بالتعليم لا يرسخ أبشركم، لكن يرسخ التعليم بعملية التعلم بالقدرة على حصول المعلومة. الشخص إذا استطاع أن يحصل على المعلومة بنفسه من المرجع أو من الكتاب أو من الإنترنت أو من اليوتيوب، يستطيع أن يرسخ المعلومة. هذه الحالة العلم يرسخ لأنه اجتهد وتوصل إلى المعلومة بنفسه. فبالتالي هذه من المهارات المهمة لدى الباحثين أو لدى الطلاب في الجامعات. لا تعتمد على الشتات، وأنا هتكلم عن هذا بعد قليل. يجب أن تعتمد وتحصل على المعلومة بنفسك إذا أردت للعلم أن يرسخ. أيضا بالتجارب العلمية في معمل الأحياء، معمل الكيمياء، نجرب، نخلي الطلاب يجربوا بأنفسهم حتى يحول العلم النظري إلى علم عملي. أيضا بالتكرار، التكرار هذا عملية جميلة. بالتكرار يتعلم الشطار بعد قليل هناك استراتيجية كاملة في المذاكرة تعرف بالتكرار، سأتحدث عنها. أيضا بالتأليف، الشخص إذا أراد أن يجعل العلم يرسخ في ذهني أن يؤلف فيه. التأليف من الأدوات الرهيبة لحصولك على المعلومة ورسوخ المعلومة في ذهنك. أيضاً بمشاركة المعلومة مع الآخرين. أنا الآن بشارككم المعلومة، أنا بتعلم منكم، بتعلم من هذه المعلومة. أنا أستغرب لشخص يبخل بالمعلومة. مشاركة المعلومة مع الآخرين أنت بتفهمها بنسبة 95%. وزكاة العلم نشره، يعني زكاة العلم ليست أموال تدفعها، لا 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 لا، زكاة العلم نشره بالمحاضرات، باللقاءات، بالدورات، بالكتب. أنشر العلم حتى يرسخ في أسانكم. طيب هذا جميل جدا. نحن نتعلم عندما الشخص يقرأ الكتاب فقط يتعلم بنسبة 10%. عندما نسمع الراديو مثلا أو نسمع شخص نتعلم بنسبة 10-20%. عندما نشاهد نسمع بنسبة 30%. عندما نشاهد ونسمع مثلا في التلفزيون نفهم بنسبة 50%. عندما نشاهد ونسجل ملحوظات أو معلومات نفهم بنسبة 55%. بشرى سارة لكل الذين يسجلون معي الآن، كل شخص يسجل معي الآن ملاحظات سيفهم بنسبة 55%. إذا بشاهد بس وبسمع، والآن يشاهدني ويسمع يفهم بنسبة 50%. إذا بشاهد فقط ومسكر على الصوت أبشركم يفهم بنسبة 30%. نفس المعلومات هذه إذا الشخص ناقشها مع الآخرين يتعلم بنسبة 70%. التجارب الشخصية الشخص يتعلم منها بنسبة 80%. إذا سجلت ملاحظات الآن وراجعتها بعد 5 ساعات ستفهم بنسبة 85%. احنا لا نريد هذا، نريد نعلم الآخرين. صدقوني عندما نعلم الآخرين نحن بنتعلم من المعلومة بنسبة 95%. الأستاذ الشاطر، الدكتور الرائع اللي بيعلم الآخرين بإخلاص، هو أيضا فاهم المادة العلمية، لكن الشخص الذي لا يعلم بصورة صح هو ما حيرفع النسبة لديه ولا يرفع نسبة الطلاب. يجب أن نأخذ العلم بجد ونعلم الآخرين حتى نحن نتعلم. عندما نعلم الآخرين نحن أيضا بنتعلم. أنا عندما عملت إعداد لهذه الدورة والله تعلمت كثير جدا. لماذا؟ لأنه أنا أشارك الآخرين، وعندما أريد أن أشارك الآخرين يجب أيضا أنا أتعلم. هذا المهم، كيف تحقق التميز في الدراسة؟
شخص يريد أن يتميز دراسيا، ماذا يفعل؟ كلنا الآن نريد أن نتميز، ماذا نفعل؟ الانضباطية أو الانضباط، يجب الشخص أن يكون منضبطا في عملية التعلم أو عملية التعليم. إذا شئتم، الانضباطية هي فعل الشيء الصحيح في الوقت المناسب إذا كنت تريد ذلك أم لا. مثلا حددت 3 ساعات للمذاكرة بكرة، يجب أن تذاكر 3 ساعات إذا كنت تحب ذلك أو تكره ذلك. مثال آخر واضح، مثلا شخص يوميا مفروض قبل النوم يفرش أسنانه أو يتساوك، يجب أن يتساوك إذا كان يريد ذلك أم لا. هذه هي الانضباطية، الشخص ينضبط ويكتب الأهداف التي يريدها بالتأكيد، سيكتب له التميز في الدراسة. إذا لم نعلم أنفسنا الانضباط فسيعلمنا إياه العالم بخطوة. إذا عندك مهارة، إذا عندك أي مهارة، مهارة كرة القدم، مهارة السباحة مثلا، مهارة القراءة السريعة، أي مهارة عندك وأنت غير منضبط، ستكون مثل الأخطبوط على لوح تزحلق، حركة كثيرة دون معرفة وجهتها. مثلا لاعب كرة القدم الغير منضبط بالتأكيد يوما ما سيفقد هذه المهارة وسينتهي به الزمن إلى عالم النسيان. عندك مهارة، احترم المهارة حقتك وانضبط. إذن نمبر 2، كيف نحقق التميز في الدراسة؟ الهدف، يكون لديك هدف واضح جدا، الهدف لديه 6 خطوات. حدد ماذا تريد. طالب الشهادة الثانوية مثلا حدد يريد نسبة 95% في الشهادة السودانية، اكتب هذا هدف من أهدافك، تكتب النسبة التي تريدها، لازم تكتبها وتحطها في الحائط أو الجدار يوميا تناظر لها. يعني أنت إذا ما كتبتها أو ما عارفها كيف تجيبها؟ حدد ماذا تريد، حدد ماذا تريد. حدد نسبة 95% مثلا. حدد النجاحات السابقة في حياتك، مثلا أعطوك شهادة تكريم، أحرزت المرتبة الأولى مثلا في المراحل المختلفة، أكتب هذا، لأن عندما تكتب نجاحاتك بتحفزك لمزيدا من النجاح. استمتع بالتحدي، يكون هناك تحدي استمتع به وألزم نفسك بذلك. استمتع بالفردية، مش معناها تنتظر الآخرين يشجعوك أو يحفزوك حتى تقرأ، لا 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 لا، لازم التحفيز يكون داخلي. أنا شخصيا الشخص الذي ينتظر مثلا تعليقات الفيسبوك أو اللايكات أو يعني حتى يكتب أو حتى يتحفز، هذا ما حيستمر طويلا. متى الشخص يكون مستمر؟ عندما يكون مستمتع بالفردية ولديه حافز داخلي. أيضا أبدأ الآن، ما تأجل، بعد انتهاء هذا اللقاء أبدأ، ضع أهدافك وأبدأ، انطلق وغير سيستم حياتك، لأن حياتك السابقة هي وصلتك إلى النتيجة الآن. تبغى تتغير أو عايز تتغير، يجب أن تغير نظام حياتك بصورة يعني جادة وسريعة. من الأشياء التي تجعل الطالب يحقق التميز في الدراسة، الجسم يكون قادراً على تحمل أعباء بلوغ التميز. المذاكرة والتميز والإجتهاد صعب، ما أقول سهل ولا أكذب عليكم، فيه صعوبة، فيه معاناة. لو سهل لكان الجميع تميزاً، ما دام المميزين عادتهم قليل معناها الإجتهاد صعب. إذن إذا الشخص عايز يتميز فعلاً، يجب أن يتناول الغذاء السليم. الغذاء السليم في المذاكرة بالذات أو في التعلم، يأكل خضروات، يأكل الفواكه، يحاول الأسماك، يأكل الأسماك، يأكل المكسرات. هذه الأشياء بها معادن السيلينيوم وبها الأوميغا الدهنية، وهذه ترفع نسبة التذكر والذاكرة بصورة رائعة جدا. إذا الشخص بتغذى على هذه الأشياء بالتأكيد ما بكون عنده مشكلة في النسيان، لأن الطبخ، إذا الشخص معتمد على الطبخ 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 ولم يأكل خضروات وفواكه ومكسرات مثلا، لأن الطبخ نفسه مهم نعم، لكن يكسر الطبخ، يكسر بعض الفيتامينات كفيتامين سي وفيتامين بي، فيتامين سي وفيتامين بي يتكسر
وتقل نسبة الفائدة بصورة كبيرة من خلال عملية الطبخ. أيضا النوم الكافي، يجب أن تنام نوما كافيا، مش معناها 8 ساعات، حتكلم عن هذا بعد قليل. أيضا الرياضة، يجب أن تمارس الرياضة، أفضل أنواع الرياضة على الإطلاق السباحة نمبر 1، نمبر 2 الترمبولين هذا النطيط، نمبر 3 الجري، وآخر شيء نمبر 4 المشي. المشي وليس تمشي بالأسواق، المشي، السباحة، النطيط هذا، الجري، المشي، أو مارس الرياضة اللي تحبها، فإن أهم شيء تتحرك. النظافة من الأشياء التي تجعل الطالب متميزا، يجب أن يكون نظيفا في مأكله ومشربه ومسكنه بقدر ما يستطيع. إذن على أساس الشخص يكون متميزا دراسيا، لابد أن يكون ملم بأساليب المذاكرة واكتساب المعلومة. كيف تذاكر وكيف تكسب المعلومة؟ حنتحدث عنه. هذا موضوع مهم جدا لما عارف الوقت. هل الشيتات تمثل مستوى تعليم جيد للطلاب؟ الشيتات أو المذكرات الجامعية، هل تمثل مستوى تعليم جيد لدى الطلاب؟ هذا في مجموعة الباحثين السودانيين، ووصلت التعليقات إلى 312 تعليقاً، وقلت الشيتات لا تسمح للطالب باكتساب المهارات التي تتيح له الترقي في المجال العلمي. الشيتات يا شباب تقتل الإبداع واستنباط المعلومة والتفكر والتحليل وربط المعلومة مع بعضها البعض، وهذا يسبب لنا أزمة حقيقية في المجتمع وانهيار مستوى التعليم والحضارة بعد تخرج الطالب. يجب أن نبتعد عن هذه الشيتات والمذكرات الجامعية حتى نخلق جيلا مفكرا ويستنبط ويحلل ويربط المعلومات مع بعضها البعض من خلال المراجع العلمية. الطالب لابد أن يتحصل على المعلوم بنفسه من خلال المراجع والإنترنت والبحث المستمر. وأنا قلت يجب على أساتذة التوقف عن المذكرات، وعلى الطلاب أن يتقبلوا ذلك. صحيح قد تكون مريحة، لكن مع الأيام ستعاني، لأن كثير من القدرات العقلية ستفقدها إذا كنت معتمد على الشيتات. طبعا كثير من الطلاب اتفق معي، سلفان الفان قال استخدام الشيت دمر روح البحث العلمي لدى الطلاب وتعودوا على الأشياء الجاهزة. أيضا هذا أحمد عبدو قال تقريبا كلنا بنتكلم عن هذا الموضوع، وكثير من الطلاب لا يعرفون البيزك ولا يعرفون كيف يتعاملوا مع المراجع. برضو هذا موضوع طويل، تأيد هذه الفكرة. أيضا هذا قال كلام سامي واتفق معك للتوسع في المعرفة، ولكن الشيت يعطيك يعني خلاصة الموضوع فعلا. ودي قال أيضا الشيتات دمرت روح البحث العلمي، وكثير من الأساتذة يعتمدوا عليها كمصدر دخل، دي مشكلة كبيرة. أيضا هذه تؤيد الفكرة، ما دام الطلاب هم يرفضون الشيتات أو المذكرات الجامعية ويعلمون بمدى خطورتها، لماذا نحن نلجأ إليها؟ هذا موضوع خطير ممكن نتحدث عنه لاحقا بإذن الله. إذن الهدف من التعليم هو نهضة المجتمع. الهدف من التعليم هو نهضة المجتمع. ما الذي يجعل التعليم ينهض بالمجتمع؟ كيف نجعل التعليم ينهض بالمجتمع؟ بالتطبيق. إذا طبقنا صح نستطيع أن ننهض بالمجتمع. إذا المعلومات التي تناولناها لم نطبقها ما حننهض بالمجتمع. بالتطبيق نحل المشكلات وننهض بالمجتمع. طبعا الفرق الأساسي بين المتعلم وغير المتعلم، المتعلم مفروض يكون لديه مهارات في الحياة، مهارات مختلفة، مهارة البحث العلمي، مهارة التفكر، مهارة الاستنتاج، الاستدلال، يدير نفسه صح، يكون قياديا. هذا فرق سريع جدا. كيف أنت إذا بتذاكر كيف تعرف أن عقلك مشتت أم لا؟ كيف تعرف؟ سؤال، كيف تعرف أن عقلك مشتت أم لا؟ سمع لنفسك في هيرسل، سمع لنفسك. إذا سمحت لنفسك ولقيت نفسك مركز أنت غير مشتت. إذا لقيت نفسك ما قادر تسمع لنفسك معناه أنت عقلك مشتت. أيضا ناقش المعلومة مع غيرك، إذا قدرت تناقشها بصورة صح أنت عقلك ممتاز، إذا ما عرفت تناقشها معناه عقلك مشتت، يجب أن تركز.
أسباب عدم تحمل المذاكرة وضعف الاستيعاب. ليه بعض الطلاب ضعيفي الذاكرة وضعيفي الاستيعاب؟ لماذا؟ في الغالب لأنهم يتناولون غذاء غير صحي، النشويات، المعلبات بأنواعها المختلفة، الوجبات السريعة، الفاست فود والسكريات والدهنيات. هذه الأطعمة رغم أن طعمها جميل وطعمها حلو، ما قلنا شيء، نحن لا نتحدث عن الطعم، نتحدث عن الفائدة. هذه الأطعمة تجرد الإنسان من فطرته الطبيعية. الإنسان جسمه يتكون من معادن كثيرة، فلا بد أن يتناول المعادن في الخضروات، في الفواكه، في اللحوم، في الأسماك، في المكسرات، حتى يستطيع أن يعوض النقص. أيضا إذا طالب ضعيف في القدرة الاستيعابية، في الغالب لا يمارس الرياضة بصورة علمية. أيضا الأمراض، إذا شخص مريض أكيد ستضعف لديه الذاكرة والاستيعاب، يجب أن يعالج الأمراض. أيضا عدم التركيز، يعني عدم التركيز معناه عدم صفاء العقل. التركيز هو صفاء العقل، ولا يركز إلا في الشيء الذي يعمل به. إذا الشخص عنده مشكلة في التركيز، مثلا يريد أن يذاكر الساعة 4، حدد الساعة 4 هو الزمن للمذاكرة. الساعة 4 مفروض يبدأ المذاكرة، يجب عليه أن يضبط المنبه الساعة 4 وربع. أضبط المنبه الساعة 4 وربع، أبدأ ذاكر الساعة 4، وحاول تركيزك ما حيتغير حتى الساعة 4 وربع. إذا تركيزك تغير أو أصبحت تفكر في شيء آخر، معناه أنت عندك مشكلة في التركيز. حاول كرر هذا التمرين، كرر، قد يستمر معك حتى تستطيع أن تركز. لأن التركيز يجعل عقلك صافي، يجعلك يعني تضعف لديك يعني أعراض مرض الشيخوخة. يعني الشخص اللي بيكون عنده تركيز صح ما حيكون لديه شيخوخة مبكرة. أيضا الذاكرة بتكون عالية. أيضا إذا الشخص بركز في الغالب يبتكر ويبدأ. كيف تذاكر أول بأول دون أن تفتح الكتاب؟ هل ممكن تذاكر أول بأول دون أن تفتح الكتاب إطلاقا؟ نعم. قل لنفسك ماذا شرح الأستاذ أو المعلم. حاول تتذكر أنت مع نفسك بعد خلصت المحاضرة أول حصة، قول أسأل نفسك ماذا شرح الأستاذ أو الدكتور، وحاول تتذكر وسمع. مثلا الدكتور شرح 4 نقاط، تذكرت 3، الله أنا عرفت 3، ردد 3، رددته مع نفسك حتحفظهم. ممكن تذاكر أول بأول بعد المحاضرة أو بعد حصة مع نفسك. أيضا أسأل نفسك ماذا استفدت؟ إذا وجدت إجابة واضحة وأنك استفدت، ممتاز. وإذا ما استفدت حتعرف هذا، وعندما ترجع تذاكر حتفهم المعلومات التي نسيتها. أيضا أحاول رتب أفكارك بصورة رائعة وصورة جميلة. إذا ده كله تأسيس ومعلومات كثيرة جدا عن التعلم والمنهجيات المختلفة. أنا أعرف كثير من طلاب الشهادة الثانوية أو السودانية الآن منتظرين الخطوات العلمية للمذاكرة. أنا حاولت أخليها آخر شيء حتى الجميع يتجمع، الجميع يكون موجودا في البث، ونتمنى الجميع الآن موجود، سواء كان طلاب الشهادة السودانية، سواء كان طلاب جامعات، معاهد، مراكز تدريب. يجب أن ننتبه لهذا، لأنه الآن دخلنا في عبقرية المذاكرة. الدورة اسمها عبقرية المذاكرة والتعلم. تكلمنا عن التعلم، والآن سنتحدث عن العبقرية العلمية المنهجية للمذاكرة. أولاً طلاب الشهادة السودانية تقريباً امتحاناتهم بعد أسبوع. أول نصيحة لهم، يجب أن لا تفكر في الامتحانات. طبعاً الوزارة تسميها امتحانات، لكن أنا حسميها اختبارات، لأنه كلمة امتحان نفسها كلمة مخيفة، كلمة مرعبة، جاية من كلمة محنة. بالتالي يعني الموضوع نفسي، لكن لما نقول اختبار خففنا على الطالب وما حيتعامل مع الموضوع بصورة كبيرة. أعطي امتحانات الشهادة قدر حجمها، لكن للأسف كثير من الطلاب وأولياء الأمور يضخمون الحجم. النصيحة الأولى، لا تفكر في الاختبارات أو الامتحانات إن شئت. سؤال، هل تفكيرك في الامتحانات يؤجل الامتحان؟ الإجابة لا. هل تفكيرك في الامتحانات أو الاختبارات يجعلك تذاكر بصورة أفضل؟ الإجابة لا.
هل تفكيرك في الامتحان وخوفك منه هل يحفزك؟ الإجابة لا. إذن المفروض تركز على الحاضر وتذاكر وتستوعب المعلومات، وعندما يأتي الامتحان لها ألف حلال. لا تستعجل، ركز على الحاضر وركز على مذاكرتك. تفكيرك في الامتحان هذا يمثل خوف ورعب، لأنه جاي من كلمة منحة، سوري محنة، سوري محنة، خاصة أولى الأمور والأساتذة يعلمون هيلمانة وتكبير وتضخيم الموضوع. والله الموضوع أسهل مما تتخيلون. أي شخص هادي ويحافظ على تركيزه يستطيع أن يختبر بكل هدوء ويجيب درجة عالية بإذن الله. إذن من أهم الأشياء في عملية المذاكرة وجود الدافع. أسأل نفسك سؤالاً، لماذا تذاكر؟ أي طالب يحضر معنا الآن يسأل نفس السؤال، أنت لماذا تذاكر؟ أنا شخصياً مثلاً عندما كنت في الجامعة أنا سألت نفسي لماذا أذاكر؟ قلت لابد أن أذاكر حتى يعني نجعل الوالدين فخورين بي، هذا هو الدافع الحقيقي بالنسبة لي. وفعلاً الحمد لله رب العالمين اجتهدت في عملية المذاكرة وتخرجت من الجامعة بتقدير ممتاز. فبالتالي أسأل نفسك، ما هو الدافع بالنسبة لك؟ ممكن يكون دافعك تجعل الوالدين فخورين بك، ممكن يكون الدافع حقك أن تكون طبيب مشهور أو مهندس بارع أو الإعلامي أو الإعلامي الأول في السودان أو يعني مدرب لكرة القدم. إذا أنت دخلت مثلا تربية فنية لابد أن يكون لك دافع. إذا أنت الوالدين أو الأهل يقول لك ذاكر 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 وأنت ما عندك دافع، ستمسك الكتاب بعد نصف ساعة ستضع الكتاب في حضنك وتنام. لكن لو عندك دافع حقيقي داخلي تستطيع أن تذاكر. مثلا الآن لو عندنا عربية ما فيها بنزين، هل ممكن نحرك هذه العربية؟ الإجابة نعم. ممكن نحركها عن طريق الدفرة كما نسميها بالسودانية، نحرك العربية عن طريق الدفرة. لكن هل الدفرة هذه وسيلة لأنه العربية تتحرك؟ الإجابة لا. لابد أن يكون لك بنزين دافع حقيقي يحرك هذه العربية. فبالتالي أنت لو تسمع كلام أبوك يقول لك ذاكر، الأم تقول لك ذاكر، وما عندك دافع حقيقي، أنت نسيت العربية تمشي بالدفرة. إحنا ما عايزين هذا، عايزين دافع حقيقي، تحفيز داخلي، يكون لديك هدف عالي يشجعك ويحفزك من أجل المذاكرة. أيضا الآن أكتب لي هنا سواء كان في التعليقات، أكتب الدافع الذي يلهب حماسك للمذاكرة. لازم يكون دافع، لازم يكون لديك دافع. تريد أن تكون دكتور مشهور، مهندس بارع، الإعلامي الأول، تريد مثلا أن تكون الداعي الأول في السودان، تريد أن تكون محاسب، تريد أن تكون الرجل الاقتصادي الأول في الأول في السودان، تريد أن تتحصل على المنح الدراسية خارج السودان. لابد أن يكون لك دافع حقيقي يحفزك لعملية المذاكرة. نمبر 2 في المنهجية، اكتشف نفسك. أنت عبارة عن أشياء كثيرة لو اكتشفتها تستطيع أن تذاكر بصورة فعالة. مثلا دماغ الإنسان به أكثر من مليار خلية عصبية، ويستطيع أن يخزن معلومات كثيرة جدا حوالي 3 مليون ساعة متواصلة. يعني لو الآن بدأنا أسجل في دماغك ويحفظ يحفظ، ممكن الذاكرة هذه يعني لمدة 300 سنة ما حتكون خلاص يعني قفلت. 300 سنة يعني أنت ممكن تستطيع أن تسجل، تستطيع أن تحفظ المعلومات، وبالتالي أنت مقدراتك كبيرة جدا. من أهم الأشياء في نفسك يجب أن تقول لنفسك كلام إيجابي، أنا أقدر، أنا أستطيع. يعني مثلا أنا الرياضات بالنسبة لي سهلة، المذاكرة بالنسبة لي سهلة. هذه العوامل الإيجابية تنعكس على النفس بصورة كبيرة وتستطيع أن تذاكر بصورة رائعة جدا. أيضا حاول غير المعتقدات السلبية في رأسك. مثلا الرياضيات صعبة، لا لا لا، قول الرياضيات سهلة حتى تستطيع أن تتعايش معها وتستطيع أن تفوق فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذا نجد من بعد هذا كله نجد من يقول ذاكرتي ضعيفة، لا أستطيع التركيز. أنت ذاكرتك ليست ضعيفة وتستطيع أن تركز بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا أسألك،
هل تستطيع أن تتذكر الحادث الذي شاهدته في حياتك؟ أي كان حادث، هل تستطيع أن تتذكر هذا الحادث في حياتك؟ الإجابة نعم ولا لا؟ جاوب بينك بالنفس. لو كنا إحنا الآن في دورة تدريبية الوضع يختلف، لأننا بنتعايش مع بعض. هل تستطيع أن تتذكر تفاصيل الفيلم الذي أحببته وشاهدته بكل تركيز؟ أكيد كثير مننا شاهد أفلام، الفيلم الذي تحبه هل نسيته ولا متذكره؟ جاوب. إذا كان الإجابة نعم فأنت ذاكرتك قوية وتستطيع أن تتفوق بإذن الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو كل ثانية يستوعب معلومة جديدة وعاش 70 سنة لم تتجاوز معلومات نصف ذاكرة الدماغ. هذا توني بوزان صاحب الخريطة الذهنية. خلايا المخ المسؤولة عن الذاكرة مثل العضلات، يتم تقويتها بالمذاكرة. توني بوزان مرة أخرى، الذاكرة تضعف بمرور الوقت إذا لم يتم استخدامها. حاول، ذاكر، أقرأ، اجتهد حتى تقوي الذاكرة. المخ ليس به عضلات حتى نمرنها. التمرين الحقيقي لذاكرة الدماغ هي المذاكرة. تنظيم الوقت، يجب أن تنظم وقتك، ترتب وقتك. أنا ممكن أرتب لك وقت وجدول ثابت للمذاكرة، إذا التزمت به تستطيع أن تتفوق. أنا هنا ما حاضع جدول لأنه مقدرات الناس تختلف، الناس بتذاكر في أوقات مختلفة، الناس قدراتها مختلفة، بالتالي لم أضع جدولا. لكن القاعدة الأساسية نظم وقتك، والوقت هذا يجب أن يكون به أوقات راحة، مش كل مذاكرة لا لا، يجب أن يكون به أوقات راحة. مثلا يوم الجمعة يكون وقت للراحة، ويكون أيضا من أوقاتك الرياضة. لا بد أن يكون وقتك تنظيم الوقت مرن، يشمل الرياضة، يشمل الاستمتاع بالأشياء اللي بتحبها، مثلا يشمل الهوايات المختلفة اللي بتحبها. نظم وقتك، لكن الأولوية الآن، إذا الآن في طالب شهادة ثانوية، الأولوية يجب أن تكون مذاكرة، لكن ما تنسى الرياضة، ما تنسى الراحة، ما تنسى الشيء الذي تحبه أو تستمتع به حتى يكون لك دافع لعملية المذاكرة. في جامعة لابورو هذه قال بمركز أبحاث النوم، يقول البروفيسور جيم هورن إن عدد الساعات المناسب للنوم 6 ساعات فقط. في ناس عندها وهم، لابد أن ننوم 8 ساعات في اليوم. إذا اليوم حصلت لديه ظروف ونام 6 ساعات لازم يعوض 2 ساعة بكرة. هذا خطأ كبير. أنا عندي نصيحة قاعد أقول، نصيحة بقولها للشباب والآن بشارككم بها، لا تسحب إلى السرير إلا وقت النعاس. إذا عست نوم، لكن مش معناها تسحب إلى السرير من 10 مساء وتتقلب في السرير وتنام حتى 12 ليلا. هذا خطأ كبير. استقل هذه 2 ساعة حتى ولو تضع سماعة وتسمع في اليوتيوب أو تقرأ كتاب حتى تنعس، لا تذهب إلى السرير حتى تنعس. إذا نمت 6 ساعات في اليوم كافي جدا، وأنا شخصيا أتفق مع هذا البروفيسور. كثير من المنجزين في الحياة لا ينامون كثيرا، راجعوا التاريخ حقهم. وفي بداية اللقاء قلت إذا تريد أن تتميز يجب أن لا ترتاح كثيرا، يجب أن لا تخضع إلى النوم والراحة. لا ينال العلم براحة الجسد أو الجسم. يتخلص من هذا ستتعلم بإذن الله. إذن هذا مهم جدا. أرسم منحنى نشاطك، أرسم منحنى نشاطك اليومي. هذا رسم تقريبي، طبعا هذه المخطط أنا جايبة من دورة اسمها إدارة الوقت. عندي دورة تسمى بإدارة الوقت، جايب منها هذا الكلام. هذا شخص صحى من النوم 5 صباحا ومعدل نشاطه 50% وانخفض ونام 6. هذا الشخص نام 6، من 6 إلى 7 درجة نشاطه 0 لأنه نايم. صحى 7، أصبح قليل النشاط قليل النشاط، وصل إلى أعلى القمة 11 وانخفض انخفض انخفض، وهنا تعبان جدا هذا الشخص، ونشاطه ارتفع 10 مساء ونام 12.
من الساعة 12 حتى الساعة 5 درجة نشاط صفر. طيب أنت الآن أرسم منحنى نشاطك، ممكن تصور هذه الشاشة وترسم منحنى نشاطك. لماذا ترسم منحنى نشاطك؟ أيوة، المواد الدراسية تحتاج لتركيز ذهني شديد، فيجب أن تكون في وقت الذروة. يعني أنت مثلا في هذا الوقت أنت نشط، هذا يجب أن تذاكر فيه المواد العقلية. المذاكرة يجب أن تكون في أعلى نشاطك. مثلا إذا في بنت تريد أن تطبخ، تطبخ في الوقت الأقل نشاطا. ولد عايز يعمل زيارات، يمشي الزيارات في الوقت الأقل نشاط. من الخطأ أن تمارس الأعمال الروتينية، مثلا الطباخة، غسيل الملابس، الزيارات، مثلا المكوى، في الوقت الذي تكون فيه أنت نشط. في الوقت النشط يجب أن يكون الأمور العقلية للمذاكرة والتعلم. إذا الوقت انخفض مارس الأشياء الأخرى. إذا المواد الدراسية تحتاج لتركيز ذهني شديد، يجب أن تكون في وقت الذروة أكثر من 50%. هنا هذا الوقت أكثر من 50% للأمور العقلية. هنا الأعمال الروتينية في الوقت الذي تكون فيه أقل نشاطا. أنت كنت أقل نشاطا، أقل من 50% مارس الأشياء الأخرى. صناعة الحالة الذهنية، يعني بعدين رقم 4، هيئ نفسك لعملية المذاكرة. أيضا تخلص من المشتتات. إذا دخلت الغرفة وعايز تذاكر، تخلص من اللابتوب، تخلص من الجوال أو التليفون. إذا ناس البيت مزعجين قول كلمهم يخفضوا الصوت، وهذا من حقك. تخلص من كل المشتتات. يجب أن تكون صافي الذهن. جهز كل ما تحتاج إليه قبل عملية المذاكرة. جهز الترابيزة، جهز الكرسي، جهز الكتب، جهز الأقلام، جهز الماء، عندك عصير، عندك كيكة، عندك تفاح، عندك مكسرات، جهزها جهزها. احنا حتى لا ما بدينا في المذاكرة، جهز كل الأشياء التي تحتاج إليها. جهز الأقلام، أهم 3 أقلام أنا عندي، القلم الأحمر والقلم الأصفر والقلم الأزرق. بعد قليل، أو سوري، القلم الأخضر، أخضر، أخضر، أصفر، أحمر. جهز ال3 أقلام هذه، بنحتاج لها بعد قليل. يعني أنت الآن بتجهز للمذاكرة. معلش المقاطعة يا أستاذ، تجاوزنا الساعة ونص. خلاص بحاول معلش باختصر، أنا نفدي حق بس. بحاول باختصر والله، لأنه المنهجيات حقت المذاكرة حندخل فيها الآن. أوكي؟ أوكي. واصل واصل الله يخليك. طيب معليش، الموضوع طويل وكبير يعني. إذا أيضا جهز كراسة الأفكار العبقرية، جهزها خليها معك. إذا فجأة ظهرت لك فكرة، مثلا عايز تسب لخالتك، فجأة تذكرت شيء، أكتبه في الكراسة هذه وخليه على الجنب، بعدين بعد تخلص المذاكرة أرجع لها. لا تذاكر مثلا، لا تقول أنا أريد أن أذاكر 3 ساعات، هذا خطأ. ممكن في ال3 ساعات تذاكر فقط 20 صفحة. لا لا لا، قول حدد المذاكرة بالفصول. أريد أن أذاكر فصلين في الأحياء، فصلين في الكيمياء، فصل في اللغة العربية. حدد الفصول، عندما تكون أنهيت الفصول بتكون أنجزت المذاكرة. يلا، الطرق الفعالة في المذاكرة، يلا ننطلق. هذه طريقة فعالة جدا، وأنا هقولها باختصار نتيجة لعامل الوقت، خاصة بالنسبة لطلاب الجامعات. الآن الطلاب الثانوية في الغالب ما يستطيعون يطبقوا هذه الطريقة. ليه؟ لأن الطريقة هذه محتاجة لمدة شهر كامل. الطلاب الآن، الطالب الآن تحصل على المعلومة بنسبة 100%. الآن أنت الآن حضرت المحاضرة وفهمت المعلومة بنسبة 100%. طيب يجب أن تذاكر هذه المعلومة في أقل من يوم، أو بعد حصولك على المعلومة تذاكرها في أقل من 24 ساعة حتى تحافظ على نسبة 100%. وبعد 24 ساعة تذاكر، بعد 3 أيام، بعد 7 أيام، بعد 15 يوم، بعد شهر. يعني إذا مارست هذا المخطط بعد 24 ساعة، بعد 3 أيام، بعد أسبوع، بعد 15 يوم، بعد 30 يوم أو شهر، تستطيع أن تكون نقلت المعلومة من الشورت ميموري الى اللونج ميموري. تستطيع ان تكون نقلت المعلومه من الذاكره القصيره الامد الى الذاكره الطويله الامد.
بالتالي لا تستطيع ان تنساها اطلاقا. اذا نسيت المعلومه، اذا لم تذاكر المعلومه بعد يوم او بعد 24 ساعه ستنخفض الى نسبه 50%. اذا بعد شهر ما ذاكرتها ستنساها محتل لساعتين او 3 ساعات حتى توصلها الى نسبه 100%. طيب ننطلق بسرعه. طريقه الاسئله لخلق الفجوات معناها انت يجب ان تذاكر اول شيء، تقرا الاسئله بعدين تقرا كتاب. ابدا بالاسئله، عندما تقرا الاسئله بتخلق فجوات وتستطيع ان تغطي هذه الفجوات اثناء عمليه المذاكره. مثلا انت الان بتذاكر، مثلا مكتوب هنا يظهر المخطط اعلاه ان للرخويات. ايش للرخويات؟ هذا السؤال تستطيع ان تتعرف عليه من خلال عمليه المذاكره. يلا الطريقه الثالثه، المذاكره بالالوان. يكون لديك لون اصفر ولون احمر ولون اخضر. اللون الاصفر معروف منشط لخلايا الذاكره ويعتبر لون الحفظ. لون وخطط الكتاب او الدفتر او الكراس باللون الاصفر. واللون الاحمر، اللون الاحمر مو يعني عنده يعني شد الانتباه وله طول موجي عالي جدا. واللون الاخضر ايضا مريح للعين. خطط بالالوان هذه، تستطيع ان تتذكر وتستطيع ان تفهم. ايضا دي مهمه جدا. الطريقه الرابعه، سجل الكتاب بصوتك واستخدم تكرار الصوت في الكلمات المفتاحيه. سجل الكتاب بصوتك وحاول اسمع، انت في المواصلات اسمع، في البيت اسمع، والمعلومات المهمه تكررها. يعني مثلا انت الان بتذاكر في علم الوراثه وتريد ان تسجل مثلا تعريف العبور. العبور هو تبادل المادة الوراثية بين كروماتيدتين غير شقيقتين. تكرر الكلمات المهمة، كروماتيدتين 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 أثناء التسجيل، بالتالي ما بتستطيع أن تنسى هذه الأشياء. طريقة بداية النهاية، بدأت تقرأ الكتاب من البداية وقفت نهاية الباب. المرة القادمة يجب أن تقرأ من النهاية حتى البداية. طريقة البداية النهاية ليه؟ لأنك أنت إذا كل مرة تبدأ من البداية هنا تركيزك بغل، لازم تعمل توازن من البداية حتى النهاية، ومن النهاية حتى من النهاية حتى البداية. بالعكس، طريقة معكوسة حتى تستطيع أن تعمل توازن للمعلومات. الظواهر الطبيعية يجب أن نستفيد من البيئة الخضراء، لأن أكسجين أو ثاني أكسيد الكربون هذا يغذي الدماغ ويجعلنا نفهم بصورة جميلة جدا. الإضاءة يجب أن تكون جيدة، لأنه عندما الإضاءة تكون ممتازة تستطيع أن تفهم المعلومة، وفي نفس الوقت هذا الإضاءة ما تأثر على البصر. كثير من الطلاب يذاكرون بطريقة خاطئة وبإضاءة خاطئة، في النهاية يفقد البصر. وأيضا معلومة عليه سريعة جدا، بعد ذاكرت الكتاب ما تمسك التلفون أو تمشي التلفزيون، لأنه الكتاب أشعة منعكسة والتلفزيون أشعة ساقطة، هذا يؤثر على النظر. إذا خلصت المذاكرة ارتاح لمدة 10 دقائق وربع ساعة، بعدين شاهد شاشة التلفون أو التلفزيون. نشوف قوانين المذاكرة بسرعة. قانون الاستطلاع، أول ما تمسك الكتاب تستطلع في الكتاب، تشوف به كم صورة، به كم تاريخ، به كم رسمة، وبه هذه الأشياء. أيوة، في قانون آخر اسمه قانون الأولويات، أبدأ بالأهم ثم المهم ثم الأقل أهمية. لا تذاكر كل شيء. كيف تعرف هذا؟ من خلال الأسئلة في نهاية الكتاب. قانون التعامد حقوله سريع جدا. مثلا أنت بدأت تذاكر من بداية الكتاب حتى نهاية الكتاب، بعدين ذاكرت بصورة أفقية، المرة الأخرى يجب أن تذاكر بصورة رأسية. تكتب التواريخ، تكتب الرسمات، تكتب التعاريف، كده عملت تعامد. ذاكرت بصورة شاملة، بعدين وضحت الأشياء المهمة بشكل عمود، أعمدة، تعاريفنا، المصطلحات العلمية هنا، التواريخ هنا حسب المادة، بالتالي تستطيع أن تتذكر وتكون لخصت الكتاب بصورة جميلة جدا، وهذه الطريقة رائعة جدا. الاستراحة بعد كل 50 دقيقة، ارتاح لمدة 10 دقائق، أعمل فيها ما تشاء. المكافأة أيضا، إذا خلصت المذاكرة كافئ نفسك، لأن النفس تحب المكافأة. كافئها بأي شيء، حتى لو بتحب شوكولاتة رغم أنها مضرة بالصحة، لكن كافي نفسك بها أي شيء. ليه؟ لأنه العقل بيحب المكافأة وبيحب التشجيع، حافز.
زائد مكافأة يساوي عادة. المكافأة جميلة جدا. بعدين فض الضغط بالممارسة الرياضة، سباحة، كرة قدم، جري، حتى لو ملاحظين في مواعين أو عدة، سبحان الله قدر أساعد بتكون غسيل العدة يفض الضغط ويعمل راحة نفسية إذا البيت يعني تريد أن تكون يعني مرتاحة نفسيا يجب أن تعمل هذا. وهذا فاصل بين تعمل فاصل غسيل عدة بين الساعة والساعة الأخرى، ممكن يعني تكون عندنا نفسيات مختلفة. المراجعة من الخطأ، تراجع كل شيء بنفس الطريقة. معليش يا وفي، معليش أنا أخرت شيء، خلاص شيء خلصت. المراجعة راجع ذهنيا عند الأدب، التاريخ، الجغرافيا، راجعهم ذهنيا. أقفل الكتاب وحاول سمع وتخيل البيت، الشعر والتاريخ والأحداث والجغرافيا ذهنيا. بصريا الأحياء والكيمياء يجب أن تشوف بصريا، تشوف الرسمة والكيمياء، تشوف المعادلات بصريا. الكتاب، الأدب، التاريخ، الجغرافيا، راجعهم ذهنيا. الرياضيات، الفيزياء، النحو، البلاغة، المسائل، أكتب. أنا بعرف طالب جاب ورق A4 بقى يكتب كل شيء، هذا خطأ. أكتب الرياضيات حلها، نعم أكتب حل الفيزياء، حل النحو، البلاغة، لكن من الخطأ تذاكر الأحياء والكيمياء والأدب والتاريخ بنفس الطريقة. ليس سريع، قبل الاختبار بأسبوع ماذا تفعل؟ أفهم قبل أن أحفظ. إذا لم تفهم مسألة أو أي شيء، أسأل الأستاذ، أسأل زميلك الشاطر، أربط المعلومات مع بعضها البعض، استنتج، استنبط وتخلص، استنبط واستخلص من المعلومة معلومة، حاول أقرأ وأتخيل، ناقش المعلومة مع غيرك، راجع قبل أن تنام، هذا شيء مهم جدا وخطير، المراجع قبل النوم. هذه الاختبارات، قبل الاختبارات بأسبوع اعمل هذه الأشياء. حاول تحل امتحانات كثيرة جدا، أقفل الكتاب، لأنك في هذه المرحلة بتكون خلصت الكتاب وتعمل على المناقشة والتفكير والتحليل والاستنتاج وحل الاختبارات. كيف تكون مستعد للامتحانات؟ اختبر نفسك على ماذا تقدر، الأهداف حق الدرس أو أهداف المادة، وأيضا معلومات الأستاذ. المعلومات اللي بيقولها الأستاذ مهمة جدا، لأن الأستاذ هذا عنده خبرات، تعرف المادة ومفردات المادة، وليست كل مادة، الأشياء المهمة في المادة بالإضافة إلى معلومات الأستاذ. كيف تتعامل مع التوتر؟ يعني إذا الشخص متوتر أكيد يكون عنده ضربات في القلب، الهرمونات بتخرج، بيكون في زيادة في التنفس. كيف تتعامل مع التوتر؟ أتحكم في التنفس وخذ نفس عميق ورجع النفس، خذ نفس عميق ورجع النفس، هذا يعيد التنفس إلى صورة طبيعية، والقلب سينبض بصورة طبيعية أيضا، والهرمونات ستخرج بصورة طبيعية. شوف دي معلومة سريعة، الساعة التي تسبق الاختبارات لا تذاكر، ما تسمع كلام الناس، هذه ساعة مفروض تتأمل فيها، تفكر فيها، لا تذاكر. الساعة إذا اختبارك الساعة 8، من الساعة 7 إلى 8 لا تذاكر، والأفضل أن لا تذاكر إطلاقا ولا تعمل أي شيء ولا تناقش، ركز فقط واستعد للاختبار. أيوة، تكون مركز ومرتاح داخل غرفة الاختبارات، لا تساهر ليلة الاختبار، لا تشرب قهوة، هذا خطأ كبير، لا تشرب قهوة صباح الاختبار، لأن القهوة هذه بترفع يعني نسبة التوتر والقلق. إذا كنت خائفا، إذا كنت خائف القهوة هذه بتزيد نسبة التوتر وضربات القلب. لا تشرب قهوة، لأنك لو ما خايف ما في مشكلة، لكن في الغالب ممكن تخاف، فبالتالي اتجنب القهوة صباح الاختبار. بعدين بعد استنى الورقة قول هذا الدعاء. أيضا لا تحاول أن تغش أو تبحث عن إجابات من الطلاب، هذا يشتت التركيز. أيضا يجب أن تحل الأسئلة السهلة أولا، هذا يعطيك ثقة ويمنحك ثقة. أربط المعلومات مع بعضها البعض، كثير من الاختبارات تحل بعضها، ممكن تلقى سؤال في القائمة ألف وباء نفس السؤال بصورة مختلفة في الخيارات. استنبط وفكر وطلع من المعلومة معلومة حتى تستفيد. لا تركز، أي طالب خرج من القاعة أو الفصل ما عندك مع شغل، ركز ورتب وانتهينا. بعد كل امتحان ماذا تفعل؟ أنسى الماضي، أنسى الاختبار الذي اختبرته، ركز فقط على الحاضر. الحاضر هو المذاكرة والاستعداد إلى الامتحان القادم. أعمل تمارين استرخاء إذا استطعت. ماذا تفعل؟ هذا آخر شيء يا وفي، معليش. ماذا تفعل في العطلة الصيفية؟ بالنسبة للطلاب الشهادة السودانية، ماذا يفعلون في العطلة الصيفية؟ هذا مهم. أقرأ كتب مختلفة حتى تشوف
الكتاب السهل والبتفهم فيه عندها ممكن قراءة الكتب المختلفة يخليك تختار المجال. أي كتاب تستمتع به وبناء على هذا تختار مجالك. تمشي الجامعات، تزور الجامعات وتشوف الجامعات، وأيضا يجب أن تحضر دورات تدريبية في اختيار التخصص الجامعي. في العطلة الصيفية هذه بالنسبة لطالب الشهادة السودانية لا يشغلوك ويقول لك أمشي أحضر دورات لغة إنجليزية أو معاهد، لا لا لا، هذه الفترة استعد فيها ويجب أن تختار تخصصك صح. إذا اخترت تخصص صح ما يكون عندك مشكلة. بالنسبة للطالب الجامعي يذهب للجامعة يفهم مفردات المقرر. مفردات المقرر هذا بتعلمك أهداف السنة أو السمستر القادم، وأيضا بتفهم ما هي المقررات المطلوبة منك في السنة القادمة. أيضا الطالب الجامعي إذا هو في أول جامعة ويريد أن ينتقل لثاني جامعة يجب أن تتعلم مهارات البحث العلمي وأخذ دورات تدريبية في مجالك نفسه وأتقن اللغة الإنجليزية. بالنسبة للطالب الجامعي في الإجازة نعم يتقن اللغة الإنجليزية، لكن بالنسبة للطالب الشهادة السودانية بين الشهادة السودانية إلى الجامعة يتفرغ لقراءة الكتب وحضور الدورات ويزور الجامعات فقط. إذا اختار تخصص صح ما بكون عنده مشكلة. وفي الختام نحن قادرون على تفجير طاقاتنا الكامنة وقدراتنا العظيمة، فلنستعد ليومنا المشرق الوضاء بإذن الله. غدا ألقاك أملا باسما، غدا ألقاك عظيما مفوها، غدا ألقاك متحدثا مخلصا، غدا ألقاك أستاذا مبدعا، أستاذا مبدعا في مجالك، غدا ألقاك بإذن الله في جنة عرضها السماوات والأرض. هذا للتواصل، إذا عندكم سؤال أو استفسار يمكنكم تصوير الشاشة لمدة 5 ثواني. إذا عندكم تواصل أو استفسار أنا جاهز على الأقل نشوف المخرجات حقت هذا اللقاء، هل استفدتم أو لا؟ شاركوني آراءكم، الواتس مفتوح لكم، الإيميل مفتوح، تويتر مفتوح، الفيسبوك مفتوح، فأهلا وسهلا بكم، تشرفوني وتنوروني. شكرا. شكرا جزيلا يا أستاذ محمد عبد السلام، والله كلام جميل ومحتاج مذاكرة، يعني محاضرتك دي محتاجة مذاكرة. والله فعلا تسلم. والله أنا يعني مليت الدفتر الماسكو في يدي ذاته، الحياة اللي قدرت أربطها مع أنت إذا مليت جاءت مذاكرة في الفترة اللي كنت فيها أنا طالب. يعني أنت إذا مليت الدفتر أبشرك فهمت اللقاء بنسبة 85%. الكويس انه انا بكتب في الدفتر وبتذكر في الفتره اللي انا كنت فيها، يعني سواء كان في الثانوي كنت بسوي شنو، في البكالوريوس بسوي شنو، في الماجستير كنت بسوي شنو. والله كلام يعني محاضرتك دي هي ما موجهه للطلاب الثانوي، موجهه لاي زول للكل عاوز يقرا او عاوز. معليش ما قطع لي حديثك. هل طبعا يعني مناسب انت عارف انت عارف العلم الحقيقي ببدا متى؟ ببدا بعد الدكتوراه. الدكتوراه هي عميقه، الدكتوراه بتكون عميقه لكن في شيء بسيط، عميقه في تخصص دقيق. بعد تخلص الدكتوراه بتفتح افاقك واسهانك وتستطيع ان تقرا كتب كثيره. بعد الدكتوراه انا في رايي الشخصي يبدا العلم الحقيقي ويبدا تفتح الذهن ويبدا القراءه. كثير من الناس ابدعت بعد الدكتوراه وليس قبل الدكتوراه. تفضل. كلام جميل والله. طبعا انا متابع المتابعين في الفيسبوك. طبعا انا بشيرك انه لما اعلنا الايفنت ده لحد اليوم في 600 شخص عملوا الرياكشن في الايفنت. الحضور الان حوالي 100 شخص معنا في الزوم، هنا كانوا حوالي كم 12، لكن الان في جزء كبير منهم غادروا. في الفيسبوك انا متابع ما في اسئله، لكن كل الناس مبسوطه وبتدعي لك بالخير. في بعض الناس بس يحتجوا قالوا والله عندنا مشكله الانترنت ما حنقدر نتابع. الحلقه بتكون زي ما قلت كلمتكم بتكون مسجله في جروب الباحثين وبتكون في قناتنا في اليوتيوب. اي وقت انت في ضيط او توفر لها انترنت ممكن ترجع. الناس اللي عندهم اسئله ممكن يسالوا في الكومنتس في المجموعه في الفيسبوك، والناس اللي معانا في الزوم هنا ممكن اي زول عنده سؤال يستخدم خاصيه الافعاليه يفتح لي الميكروفون واحنا جاهزين. ما عندنا مشكله. يا استاذ محمد السلام شاكر لك جدا، الاسئله كثيره ويعني خصوصا الفكره يعني كلامك عن النوم. انا كنت من الناس اللي بعتقد انه 8 ساعات دي كيف لابد انوم، لكن في فترات في اخر 5 سنين لقيت انه ما بقدر انوم مهما كان. فخلاص I adapt myself انه انوم وكده انعس واصحى بعد النوم ينتهي. بالضبط.
هو ده الشيء المنهج الصح، ما تنام إلا تكون أنت نعسان وفعلا تريد النوم. للأسف أنا بعرف الأشخاص، واحد يروح السرير ويتقلب، ليه؟ أقرأ أي شيء، يتعلم أي شيء، حتى يجيك نعاس، ليش مستعجلين؟ وفي ناس أيضا عندها وهم إنه أنا لو ما نمت 8 ساعات معناه حيجي شيء، ليه؟ والله ما في، والله ما حيجيكم شيء. يعني أنا شخصيا بعض الأيام بنام 4 ساعات، وبعضها 6، وبعضها 7، وبعضها 8، حسب المجهود الذي أبذله. الشباب اللي معانا في الزوم، جلسة الزوم، اللي عنده سؤال يستخدم خاصية رفع اليد، الميكروفونات دي مفتوحة. برضو آسف على الإطالة، يعني شكلها المحاضرة أخذت زمن طويل. لا المحاضرة والله دسمة، بتستاهل أكثر من ساعة ونص، يعني أكثر من ساعتين، بس صدفت من الساعة 7 بدأت عندنا في الدورة بتاع دورة شو مهارات البحوث العلمية، في الدورة لمدة 3 يوم، وقدم لنا مجموعة من الأساتذة من جامعة في السعودية بيتكلموا عن جودة التعليم. يعني هنا الآن شغالين المذاكرة وعبقرية المذاكرة والتعلم، وهم شغالين على جودة العملية التعليمية بصورة عامة، بدأت من الساعة 7. هي كل المواضيع مكملة بعضها البعض. أيوة. والهدف في النهاية واحد. الهدف واحد. أي أيوة والله الهدف في النهاية واحد. شكرا لك والله يا أخي، عشان إذا ما في سؤال يا شباب الموجودين معنا في جلسة الزوم، زي ما قال عشان التسجيل يكون قابل للمشاهدة بأكبر عدد، نحاول ننهي هنا على وعد اللقاء مرة أخرى يا أستاذ. والله إذا ما في أي سؤال أو أي استفسار نكتفي بهذا القدر، لكن اتوقع يكون هناك اسئله. لا اكيد طبعا، في التسجيل في الفيسبوك انا اتوقع يكون بعد الناس تشاهد الحلقات دي كلها. في واحد كاتب هنا في الزوم قال اصبحنا بين اجدل محاضرتين، بين الجوده في التعليم وبين عبقريه المذاكره. والله هذا من حسن ظنه وكلامه جميل. منها في سمر سمير بتقول يا ريت تاني نستفيد منها اكبر عدد، يا ريت يكون لايف. طبعا هي لايف في الفيسبوك يا سمر سمير، سواء كان في مجموعتنا في الفيسبوك او في قناتنا في اليوتيوب. طيب نختم يا استاذ عشان ما نطول عليك انت برضه، نصيحه اخيره للطلاب النازلين الان طلاب الشهاده السودانيه. طبعا يعني الان فعلا طلاب الشهاده السودانيه في مرحلة استعداد للامتحانات. من أولى النصائح يجب أن يطلقوا على هذه الامتحانات اختبارات، لأن كلمة امتحان نفسها أنا في رأيي فيها رعب وفيها خوف، لأن جاء من كلمة يعني مهنة. فبالتالي يجب تخفيف الضغط على الطلاب، ويتعامل مع الطلاب ويتعامل مع الاختبارات أو الامتحانات كما يسموها بصورة طبيعية جدا جدا. وأيضا حتى الجدول الذي يضعونه للمذاكرة يجب أن يكون جدول مرن يحتوي على الراحة والهوايات أيضا، لأنه كثير من الطلاب لديهم هوايات، قد تكون هواية الرسم مثلا أو هواية الكتابة أو هواية الرياضة. بالتالي مارس هواياتك مع المذاكرة، لا تضغط نفسك ضغط كبير ولا تمارس هواياتك، لأن الضغط هذا يؤثر عليك. إذا مثلا ذهبت صبيحة الاختبار، إذا ذهبت لقاعة الاختبار يجب أن تكون عندك تركيز ذهني شديد، وتكون مستعد، ولا تستجيب للمشتتات أو المؤثرات. طبعا في كثير من الطلاب يقول لك هذا جاي، هذا ايه، هذا ايه، لا تستجيب لهذه الاصوات. يجب ان تكون مركزا وتذهب الى قاعه الاختبارات بكل هدوء، وبعد تختبر او بعد دخلت قاعه الاختبار يجب ان لا يكون ذهنك مشتتا، يجب ان تكون فقط مركز في ورقتك، ما تنتبه مع ده طالع ده داخل هذا طالب يغش، ركز مع ورقتك واجتهد وحاول أن تستحضر المعلومات، وبإذن الله سبحانه وتعالى النجاح سيكون حليفك. إذا خلصت الامتحان ما تراجع مع زمايلك أو مع الأساتذة هذا جاء هذا ما جاء، لأنه خلاص هذا أصبح من الماضي. يجب أن تستعد للمستقبل وتذاكر وتستعد.
أيضا نصيحة سريعة للأهل، يجب أن لا يمارسون ضغطا شديدا على الطلاب، لأن الضغط هذا لديه نتائج سلبية أو عكسية، لأن الضغط يرفع التوتر، والتوتر يخلي الطالب مضطربا. نتعامل مع الموضوع عادي، ريلاكس، بصورة طبيعية جدا، بصورة سلسة، وبإذن الله النجاح سيكون حليفهم. أنا أفهم وأعرف إن امتحانات الشهادة السودانية هذا العام تختلف من العوام السابقة، لأنه توقف نتيجة لوباء كورونا، بالتأكيد الموضوع أثر، ولكن أتوقع الامتحانات نفسها ما حتكون صعبة، والأساتذة الذين يضعون الامتحانات أو الاختبارات يعني سيتعاون مع هذا الموضوع ويراعوا لهذا، متأكد أنا حيراعوا لهذا، وبالتالي تعامل مع الموضوع بصورة طبيعية. الأحداث التي مرت كورونا مرت على كل العالم، مرت على كل الطلاب، إذا جاء امتحان صعب في الغالب سيكون صعب على الجميع، إذا سهل سيكون سهل على الجميع، اجتهد وذاكر، وبإذن الله سبحانه وتعالى النجاح سيكون حليفكم، وتكون إن شاء الله جميعا من أوائل الشهادة السودانية، وهذا فرع عظيم ننتظره حتى نقدم سلسلة أخرى إن شاء الله. وأيضا الآن بوعد الطلاب بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية هنالك دورة متخصصة، حتى اسم الدورة كيف تختار تخصصك، وتقريبا يا وفي نحن المرة فاتت تناقشنا فيها، سنقدمها لكم إن شاء الله ايوه بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، ونمشي معكم خطوة خطوة حتى تختار التخصص الصح. أنا شخصيا كنت أتمنى أن أعرف هذه المعلومات قبل دخول الجامعة، الآن تعلمت هذه المعلومات وأنا فات علي بالتالي يجب أن نشارك هذه المعلومات مع يعني جميع الشباب. لا أطول عليك كمان، أنت إذا في مداخلة أو شيء شكرا جزيلا يا استاذ، وزي ما وعدتنا انت الى الان ما في اسئله، لكن ان شاء الله الاسئله هتكون في المجموعه في الفيسبوك، نتابعها في وقت لاحق، وانا عملت لك تاك هناك هتظهر لك كلها باذن الله. بإذن شكرا الله. جزيلا وعلى وعد اللقاء مره ثانيه، وبالتوفيق لكل الشباب الممتحنين، ركزوا زي ما قال الاستاذ محمد عبد السلام، الساعه اللي قبل الامتحان ما عندكم ما شغله بالمذاكره، ما عندك ما شغله، خالي تأمل الذهن، تأمل، أيوة الساعة وأيضا قبل ما الامتحان. تذاكر فيها، بس معلش سريع، هذه الذاكرة هذه الساعة يجب الطالب أن يتخيل فيها إنه حل جميع الامتحان، ويتخيل إنه مبسوط داخل قاعة الاختبار، ويتخيل نفسه جاب درجة عالية، هذه يحفزه وهذا يدعمه. لا تذاكر قبل ساعة من الامتحان، هذا يشتت الذهن. تمام، شكرا جزيلا، بالتوفيق للجميع، وعليكم السلام. والسلام.